بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. طيب تمام، الحمد لله الحمد لله. اهلا بكم في المحاضره الاولى، تعتبر المحاضره الاولى ان شاء الله النهارده. هنبدا على طول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا تقريبا ما فيش فيه اي اسئله، الحمد لله. طيب تمام، طيب تمام. وبرضه احنا ممكن نخلي الاسئله في الاخر، لو كان في اي اسئله حضراتكم عايزينها انا ممكن اجيبها لكم في الاخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ان شاء الله هنبدا اول محاضره النهارده في الرخصه الدوليه لقياده الاعمال الاي بي دي ال شابتر 1 اللي احنا بنتكلم عليه، شابتر 1 اللي احنا اللي بنتكلم عليه. بالنسبه يا جماعه الناس اللي بتسال على الكتاب سواء كان عربي او انجليزي، الناس اللي بتسال على الكتاب سواء كان عربي او انجليزي، المتاح حاليا بالوقت الانجليزي، الكتاب الانجليزي هو المتاح حاليا بالوقت، وان شاء الله انا بحاول اجيب لكم الكتاب العربي ان شاء الله، وقادم ان شاء الله اجيب لكم الكتاب العربي. تمام. بالنسبه لموضوع الشرح، في ناس بتقول شرح عربي وناس بتقول شرح انجليزي. هو يا جماعه زي دوره، زي اي دوره معروفه، يعني زي دوره مثلا بي ام بي، حضرتك المحاضر بيشرح بالعربي عادي جدا يعني، مفيش الا المصطلحات بس الاكسبريشن بتاعتها الانجليزي. وبالنسبه للكتاب هو موجود، فانا هعرفكم ازاي حضراتكم ازاي تذاكروا من الكتاب، وفي نفس الوقت ازاي تذاكروا من الداتا شو اللي حضراتكم انا بعرضها دلوقتي. انتربرينير اند ستارتنج سمول بزنس، ازاي ان انت تكون رجل اعمال، ازاي ان انت تكون رائد اعمال، ازاي ان انت اصلا تفتح مشروع صغير او مشروع كبير، ازاي ان انت تعرف ما يدور حولك في المشروع. حضرتك دلوقتي موظف في الشركه، ازاي تعرف ان الراجل مدير الشركه او صاحب الشركه او القائم بالاعمال بالشركه بالكامل او رئيس مجلس الاداره ان هو بدا حياته ازاي، سواء كان من الصفر او كان معاه فلوس وعمل مشروع او ايا كان من البادئ دي كلها. هنعرف دلوقتي هو الراجل الاعمال ده بدا حياته ازاي، بتبدا الموضوع من الصفر، ازاي ان انا افتح مشروع صغير. اول حاجه في رياده الاعمال explains straight successful entrepreneur processes، يعني ايه الصفات التي يتحلى بها رائد الاعمال، ايه الصفات اللي بيتحلى بها رائد الاعمال. يعني انا ممكن مثلا سؤال دلوقتي حالا للجميع واتمنى الكل يناقش فيه، ايه الصفات اللي موجوده التي يتحلاها رجل الاعمال او رائد الاعمال؟ مبادر، الصبر، القياده، القدره على الاقناع، مخطط، تحمل المسؤوليه، جميل، المخاطره، جميل، فن الاتصال، الطموح، جميل جدا، الجراءة، جميل، الشجاعة، الرؤية، قوة الشخصية، جميل جدا، كلها آراء جميلة جدا. البند الثاني عندنا بيوضح ايه أنواع ملكية المشروعات العامة الأعمال ومميزاتها وعيوبها. يعني ايه؟ لو تفتكروا حضراتكم هنا في الأول في المحاضرة اللي فاتت، في المحاضرة اللي فاتت اللي كان بينا وبين تعرف، وأتمنى ما تكونوش زعلانين مني فيها، مين كان عارف نوع الشركة اللي بيشتغل فيها؟ هل هي شركة مساهمة؟ هل هي شركة أشخاص؟ هل هي شركة أي نوع من أنواع الشركات اللي هو كان بيشتغل فيها؟ تمام كده؟ أيًا كانت منظومة جمعية خيرية، مفيش فيها مشاكل، أنا بتكلم المنظومة، يعني شركة أشخاص، شركات مقاولة، مقاولة، شركات ملكية فردية، شركات مساهمة، أيًا كان النوع الشركة اللي هو بيعمل بيها، اللي هو يعمل فيها. حكومية برضو ما فيش فيها مشاكل، تضامن، جميل جدا. طب انت عارف حضرتك يعني ايه شركات تضامن؟ عارفين حضراتكم يعني ايه شركات مساهمة؟ عارفين انواع الشركات اللي موجودة؟ طيب جميل جدا، احنا برضو هنعرف انواع الشركات دي كلها وازاي ان احنا بتشتغل. بعد كده تالت حاجة ان احنا نعرف وصف بداية المشروعات التجاري من الصفر. يعني دلوقتي لما اجي ابدأ مشروع تجاري من الصفر، انا بيكون معايا فلوس وهبدأ مشروع. طيب هبدأ المشروع من الصفر، يعني هجيب التراخيص، هقدم على مصالح حكوميه كلها، كل الاجراءات القانونيه اللي تكون معايا، الحاجات دي كلها بالكامل ان انا بستعد في تجهيزها. طيب افرض ان انا مثلا مش عايز ان انا ابدا في الموضوع ده كله، لان ممكن يكون الروتين اللي موجود في البلد اللي انا فيها يخلي فتره ان انا احصل على رخصه مشروع فتره طويله جدا. طب ايه هي البدائل؟ هنعرف برضو البدائل ان احنا ازاي طيب خليكم بس معايا يا جماعه، اللي عنده مشكله الصوت يا ريت الدعم الفني يتكلم فيها يعني، ويا ريت تكتبها مره واحده بس مش اكتر، عشان يعني اعرف اقرا اعرف اقرا التعليقات. طيب تمام. بعد كده اخر الاندرستاندنج هاو بزنس كان جرو ثرو مارجرز اكوزيشنز اند باي اوتس، ايه هي انا ازاي ان انا انمي المشروع بتاعي، انميه ازاي، ايه هي اللي انا عندي مشروع
ان انا مثلا عايز اوسع المشروع بتاعي، ان انا اكبر المشروع بتاعي، ان انا ازود عدد راس المال اللي فيه، ايه هي البدائل او كيف ان انا انميها، سواء كان بطرق اسمها الدمج او التملك او الاستحواذ، ايا كان انواع من انواع هذه الطرق. اخر حاجه عندي describe the five main areas for focus when starting a small business. هي الخمس مجالات الرئيسيه التي يجب التركيز عليها عند بدء مشروع تجاري صغير. ان شاء الله ناخد الخمس بنود دول كلهم طول الفصل اللي موجود، الفصل الموجود معانا اللي هو اول فصل. اول فصل يا جماعه ياخد عندنا محاضرتين. انا بعتذر، هو طبعا مش هنقدر نكمل الفصل كله النهارده، بس احنا النهارده ان شاء الله هنقسمها على محاضرتين. تمام؟ هناخد اول بند اللي هو explain the traits of a successful entrepreneur process. ما هي الصفات التي يتحلى بها رائد الاعمال، واللي حضراتكم كلكم اجبتم عليها. هناخد برضو هناخد اشرح من الباوربوينت، وفي نفس الوقت هشرح من الكتاب على ما الكتاب يحمل. بس explain the traits of a successful entrepreneur processes. اول حاجه بناخدها خالص introduction to entrepreneurship. يعني ايه؟ مقدمة لريادة الأعمال. أي حد في الدنيا يا جماعة، أي حد في الدنيا يقدر إنه يكون رائد أعمال، أي حد. حد يجيب لي مثال لرائد أعمال، حد يجيب لي أمثلة لرواد الأعمال. سواء كانوا صغيرين أو كبار. ألو؟ الصوت واضح يا جماعة؟ طيب، أنا السؤال اللي أنا بسأله دلوقتي، أنا عايز رائد أعمال، مين اللي يقدر يجيب لي رائد أعمال سواء كان مشروع تجاري صغير أو مشروع تجاري كبير، أيًا كان نوع المسمى الشركة اللي هو بيكون بيها. أنا هساعدكم في الموضوع ده كلهم، لو جيتوا تلاحظوا إنه محل البقالة، محل البقالة ذات نفسه صاحبه ده رائد أعمال. الصيدلية ده رائد أعمال، الدكتور الصيدلي ذات نفسه ده يعتبر رائد أعمال. أي حد بيفتح حتى كمان الكشك، صاحب الكشك السجاري اللي موجود في الشارع ده يعتبر رائد أعمال. طيب ايه اللي يخليه اصلا ان هو يكون رائد اعمال؟ ايه اللي يخليه ان هو يقدم ان هو يكون رائد اعمال؟ ده بيكون عنده اربع صفات. الاربع صفات دي ان هو يكون عنده هوايه. مثلا واحد عايز يفتح مشروع عشان ان هو عنده هوايه سابقه له من صغره. ممكن واحد تاني ان هو عنده مهاره. انا عندي مهاره ان انا افتح مشروع تجاري. انا عندي مهاره ان انا اخاطر بالفلوس اللي معايا او الاموال اللي معايا ان انا اقدم فيها في مشروع. سواء كان ان انا اقدم في شركه، كشركه مساهمه او شركات توصيه بسيطه او ايا كان نوع الشركات اللي موجوده، انا عندي مستعد ان انا اخاطر في هذا الموضوع. رابع ثالث حاجه اللي هي الاخيره عندي ملتزم. اي شخص ناجح يا جماعه لازم يكون ملتزم. اي شخص ناجح لازم يكون ملتزم. لذلك هنا عندنا اول حاجه اللي هو انترودكشن تو انتربرينورشيب، مقدمه لرياده الاعمال. اي حد في الدنيا يقدر يبدا مشروع تجاري. في ناس كتير بيخاطروا في حياتهم من اجل ان هم يعملوا المشروع اللي نفسهم فيه، زي ما كنت بتكلم في السؤال الاولاني، مين بيحب يشتغل؟ مين اللي بيشتغل في وظيفته؟ ومين بيشتغل اي شغل؟ مين الذي يبحث عن وظيفه معينه هو حابب ان هو يشتغل فيها؟ ومين اللي بيبحث عن اي وظيفه ثانيه؟ ده السؤال الاولاني اللي كنت سالته في المحاضره السابقه. لذلك عندنا المقدمه في رياده اعمال، انت اصلا هتبدا المشروع التجاري ده ليه؟ هتعمل المشروع التجاري اللي انت بتعمله ده ليه؟ ايه الصفات اللي انت بتتحلى بيها؟ الصفات المشتركه انتربرينور شيب، شير انتربرينورز، شير كومن شاركترز. شاركترز ايه الصفات المشتركه التي تتحلى بها رائد الاعمال؟ ايه الصفات المشتركه التي تتحلى بها رائد الاعمال؟ ليه اصلا راجل الاعمال ان هو بيتحمل المخاطر اللي بيجي لها؟ ايه الاسباب اللي بتخليه كده؟ انا دلوقتي عايز ابدا ان انا افتح مشروع تجاري، طب انا معرض للمشروع التجاري ده ان انا اخسر، معرض للمشروع التجاري ده ان يحصل اي كوارث، معرض ان انا مثلا لما اجي افتح مشروع في اي دوله او في اي مدينه سواء كانت انا قريبه لي او بعيده عليا، ان انا معرض لمخاطر كتيره جدا. ازاي ان انا اصلا ان انا ابدا وان انا ادخل نفسي في مخاطر زي دي؟ ليه؟ ايه السبب؟ ده كله ده ان شاء الله هنعرفه دلوقتي. الكل شايف الكتاب كده يا جماعه؟ طيب تمام. طيب تمام. هو الكتاب دائما بيبتدي بقصه ظريفه ما بين اي رواد الاعمال الناجحين اللي هم بداوا من الصفر. ده اصلا يعني هي ما بتجيش في الامتحان عموما، بس هو بيحاول ان هو يبدا يشجعك على ان هو تتقدم انك تفتح مشروع وتكون رائد اعمال. دي الانترودكشن اللي انا كنت بتكلم عليها تو انتربرينور شيب، ازاي ان انا مقدمه في رياده الاعمال، بيوضح لي ان اي حد في الدنيا يقدر ان هو يفتح مشروع، اي حد ان هو يخاطر ان هو يفتح مشروع،
المهارات التجارية التي يتحلى بها رجل الرائد الأعمال، اللي هي مثلا الهواية، الشغف، المهارة، الالتزام اللي هو عايز فيه، كل الحاجات دي كلها اللي بتحلى بها صفات رائد الأعمال. دي بعض الأمثلة اللي موجودة إن رواد الأعمال إزاي بدأوا حياتهم. ده أصلا في المجتمع الأمريكي، يوضح لك الأمثلة اللي موجودة في المجتمع الأمريكي إزاي إن رواد أعمال معروفين على مستوى العالم دلوقتي إزاي إن هم بدأوا حياتهم. طيب إحنا الصفات المشتركة التي تتحلى برجل أعمال، إحنا دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي ونطول فيها. لا ده مش رائد أعمال، ده مش رائد أعمال، الدكتور إبراهيم الفيتي رحمه الله ده مش رائد أعمال، ده حضرتك ده محاضر ورائد تنمية بشرية. إنما أنا بتكلم في رائد أعمال، إن أنا دلوقتي الدكتور الصيدلي لما يجي يفتح صيدلية طب يعتبر رائد أعمال. دلوقتي الدكتور الأسنان لما يجي يفتح عيادة ده رائد أعمال. أنت أصلاً لما تيجي تفتح مشروع تجاري صغير أياً كان المشروع التجاري، أو سواء كان مشروع تجاري كبير، بيل جيتس رائد أعمال. كل دول أمثلة موجودين في الكتاب حضراتكم، موجودة إن في ناس أصلاً بدأوا حياتهم من الصفر، إن هم ما كانش معاهم فلوس خالص، ما كانش معاهم فلوس خالص، بس إزاي إن هم قدروا يجمعوا فلوس؟ إزاي إن هم قدروا بفلوس قليلة إن هم يفتحوا مشروع تجاري، إن هم يفتحوا مشروع تجاري، إن هم يوصلوا للدرجة اللي هم فيها؟ كل ده حضرتك إن إحنا هنعرفه دلوقتي إزاي؟ دلوقتي المقدمة، العناصر الرئيسية اللي إحنا خدناها في المقدمة، إن أي واحد يقدر يبدأ يفتح مشروع تجاري. عشان تكون رجل رائد اعمال لازم يكون عندك استعداد ويكون عندك التزام. يعني ايه استعداد؟ ما يجيش مثلا واحد يقول انا هفتح صيدليه، طب هو اصلا دكتور؟ ده ما عندوش اي استعداد خالص ولا اي معلومات. يبقى انت حضرتك قبل ما تيجي تفكر انك تكون رائد اعمال لازم تعرف كويس ايه اللي حضرتك هتعمله. جهزت وعملت استعداد له ولا لا؟ مؤهل ولا لا زي ما حضراتكم بتقولوا؟ عندك المعلومات الكافيه انك تبدا في مشروع تجاري ولا لا؟ عندك استعداد ولا لا؟ كوميتمنت يعني ايه؟ عندك التزام؟ هل انت ملتزم فعلا في المشروع التجاري؟ هل انت ملتزم ان حضرتك هتوفر الاموال؟ هتوفر العمال؟ هتدير المشروع التجاري صح؟ في ناس على فكره نفسهم ان هم يفتحوا مشروع تجاري بس مش لن يستطيعوا ان هم يديروا المشروع بتاعهم، فبيضطروا ان هم يجيبوا حد يدير المشروع بتاعهم، بس هم عندهم شغف وحب ان هم يفتحوا المشروع ده. مثال على ذلك ان في بعض الناس بتحب ان هي تعمل، طب الصوت كده كويس؟ في ناس، بعض الناس ان هي بتحب تعمل ان هي تفتح صيدليه، طب ازاي ان هي تفتح صيدليه وهو اصلا مش دكتور؟ فبيتفق مع دكتور تاني ان هو يفتح الصيدليه باسمه بحيث ان هو يدير الصيدليه، في دكتور تاني ان هو يقدر ان هو بامكانه ان هو يقدر يفتح صيدليه، ان هو يقدر يفتح صيدليه بس ان هو ما يقدرش مش عارف يديرها، طب يديرها ازاي؟ يخلي مؤسسه ان هي تدير الصيدليه دي كلها وهو بيكون رائد الصيدليه دي، بس مين الاداره اللي بتدير الصيدليه دي؟ اشخاص تانيين. طيب هو ليه اصلا ان هو بيخاطر؟ if you have commitment، اذا كان لديك التزام هتكون ناجح، اذا اردت ان تكون ناجحا لابد ان تكون ملتزما. طيب انا لما اتكلمت في البدايه خالص اركان المشروع راس المال زائد دراسه جيده للمشروع زائد الاداره. طيب استاذ حسن لو احدى اللي حضرتك كتبتهم راس المال او دراسه جيده للمشروع او الاداره، لو تخليت عن واحده منهم المشروع هينجح؟ لا طبعا. يبقى لازم كل حاجه، كل العناصر ان انت تكون متكامله. ازاي ان احنا نتكامل في هذه العناصر؟ اول حاجه خالص في هذه العناصر سيلف دايركتد، يعني ايه؟ الانضباط الذاتي. تاني حاجه سيلف ناتشرنج، الرعايه الذاتيه. تالت حاجه اكشن اورينتد، التوجه نحو العمل. رابع حاجه هاي لاي انرجيتك، النشاط القوي. لا سوري، التوجه نحو العمل. اول حاجه خالص اللي احنا سيلف دايركتد. يعني ايه سيلف دايركتد؟ انا دلوقتي دكتور صيدلي هفتح صيدليه، انت مرتاح لحضرتك ان انت تفتح صيدليه ولا لا؟ انا المشروع التجاري اللي انت هتعمله مرتاح له ولا لا؟ مستعد تجازف ولا لا؟ مستعد ان انت تتحمل مسؤوليه نجاحك او فشلك ولا لا؟ مستعد انت مرتاح للمشروع ده لا ولا منضبط ذاتيا ولا لا؟ الانسان في دايركتك ان انا خلاص ان انا مرتاح للمشروع بتاعي، ان انا متحمل كافه المسؤوليات عن نجاحي او فشلي. يعني في حاله النجاح دراسة الجدوى، لا هي مش دراسة الجدوى، هي مش دراسة الجدوى، احنا بنتكلم دلوقتي ان هي صفات رجال أعمال، صفات رواد الأعمال، الصفات المشتركة في رواد الأعمال. أول حاجة إن هو لما يجي يفتح مشروع إن هو مرتاح للمشروع ده، أنا مرتاح للمشروع بتاعي اللي أنا هعمله.
ومستعد ان انا اتحمل كافه المخاطر اللي موجوده في النجاح بتاعي او في الفشل اللي هي سيلف دايركتد. تمام يا جماعه؟ الشخص القائم بالاعمال. تمام. تاني حاجه سيلف ناتشرنج. يعني ايه سيلف ناتشرنج؟ الرعايه الذاتيه. انا مؤمن بالفكره بتاعتي، انا قادر ان انا اجدد حماسي، انا قادر ان انا لو حسيت بخساره ان انا اشجع نفسي وان اصبر، انا قادر بكل الوسائل ان انا ما اعملش اي انهزام ولا يجي لي اي احباط ان انا اقف في مشروعي. لا ده انا مستعد ان انا اجدد حماسي، لا انا اقول ان انا اصبر. عنده قوه صبر جميله. ليه؟ لان هو اصلا مرتاح للمشروع بتاعه. سيلف نيرتشرنج تعتمد على سيلف دايركتد، ان انا اصلا مرتاح للمشروع بتاعي، مستعد ان انا اواجه المسؤوليه، مستعد ان انا اواجه المخاطر اللي موجوده فيها في النجاح او في الفشل، مستعد ان انا اجدد حماسي في اي حاجه حضرتك تكون موجوده. تاني حاجه اكشن اورينتد. اكشن اورينتد بخلاصه ازاي ان انا احول الحلم بتاعي لحقيقه. كيف ان انا احول الحلم بتاعي لحقيقه؟ مش ان انا اقول ان انا عايز اعمل كذا وكذا 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 وكذا. طيب اكشن اورينتد. اكشن اورينتد يعني ايه؟ ازاي ان انا اتوجه للعمل بتاعي؟ ازاي ان انا احول الافكار اللي انا حضرتها، انا جهزت عملت عمليه استعداد وقلت ان انا هنتزم، يلا ابدا اشتغل، ابدا اعمل. الرغبه القويه في تحقيق ما اتمناه. انا مستعد خلاص، مش ان انا اقف ان انا اقعد اخطط واعمل 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 كل حاجه واحدد دراسه جدوى وفي الاخر ما ابداش، يبقى انت كده كنت بتضيع وقت في الفاضي. لا، انا عندي سيلف دايركتد، انا منضبط ذاتيا، انا عندي رعايه ذاتيه، انا خلاص متوجه نحو العمل. تمام يا جماعه؟ هاي لاي انرجيتك يعني ايه؟ التوجه نحو العمل. اخر حاجه عندنا اصلا انا مش مكتوبه هنا بس انا هكتبها لكم، تولرنت اوف انسرتينتي. يعني ايه؟ النشاط القوي. لا، هاي لاي انرجيتك دي النشاط القوي، انا اسف انا بعتذر، النشاط القوي. يعني ايه النشاط القوي؟ كل ما يتعلق ويدور في ذهني وعقلي انا مستعد له. يعني ايه؟ يعني ايه قادر على تحمل عدم اليقين؟ طيب تمام، قادر على عدم تحمل اليقين، انا مستعد ان انا اواجه كافه المخاطر اللي تؤدي وتؤثر على المشروع بتاعي. يعني ايه المخاطر؟ حد يجيب لي خطر كده مثلا على مشروع صيدليه، يفكر كده مثلا في مشروع صيدليه، صيدلي رائد اعمال، ممكن يواجهوا كافه، ممكن يواجهوا بعض المخاطر. حد يقول لي زي ايه؟ مخاطر زي ايه مثلا؟ يعني زياده الاسعار، ماشي، الامام، منافسين، جميل، منافسين، الاحتكار، غش في بعض الادويه. طب انتوا كده هتضروا الصيادله. الموقع، رائد الاعمال، او ان احنا نتكلم في مشروع الصيدليه، دي كلها بعض المخاطر اللي هي ممكن تواجهه. السياحه تواجه ازاي؟ السياحه ازاي؟ ده لو في مشروع سياحي، لو في مشروع سياحي. طيب رائد الاعمال لازم ان هو يتوقع كل المخاطر اللي تواجهه، ولازم يعمل احتماليه ماذا يحدث اذا. يعني انا دلوقتي اي خطر من المخاطر اللي حضراتكم قلتوها، ازاي ان انا اواجه المخاطر دي؟ لازم يقتنع كويس جدا ان هو هيجي في مرحله من المراحل ان هو هيتم عنده خطر. ازاي ان هو يواجه الخطر ده؟ الاقتصاد داخلي وخارجي، بالنسبه لسعر الادويه، الادويه الناقصه في السوق، ازاي ان هو يواجهها؟ ازاي ان هو عنده مثلا في مكان، في قريه مثلا فيها 5 صيدليات، وشايف ان اقصى حد ليها 3 صيدليات. ده برضو ان هو بيعرف يكون كويس جدا ان هو يتحمل المخاطر. ده كويس جدا. طيب دلوقتي هسأل سؤال، في عندي كام صفة مشتركة من صفات رواد الأعمال؟ أي إنسان ناجح في الدنيا إذا جهز قائمة بالمخاطر اللي موجودة في المشروع بتاعه، أو قائمة بالمخاطر اللي موجودة في حياته أو في عمله، هيكون إنسان ناجح. أي إنسان في الدنيا، دي آخر حاجة، لذلك هي آخر حاجة مكتوبة، اللي هو قادر على تحمل عدم اليقين، ان هو بيتحمل اي ريسك موجود ده، ان هو يتوقع اي ريسك، سواء كان توقع الريسك ده توقع مستقبلي او توقع حالي. طيب احنا قلنا 4 حاجات قادر على تحمل عدم اليقين. اول حاجه سيلف دايركتد،
سيلف ناتشرنج، بعد كده اكشن اورينتد، بعد كده هاي هاي لاي انرجي، ان انا عندي منضبط ذاتي قادر على تحمل المسؤوليه في النجاح او فشل، انا خلاص مرتاح للمشروع بتاعي اللي انا هعمله. الليدر شيب القائد ده لسه ده فصل لوحده، القائد ده فصل لوحده حضرتك. بعد كده ان انا بحول الحلم بتاعي الحقيقه، بعد كده ان انا عندي نشاط قوي، ان انا مستعد عاطفيا وعقليا وجسديا ان انا اعمل المشروع بتاعي. اخر حاجه ان انا متحمل كافه المخاطر، اللي هي قادر على تحمل عدم اليقين. نرجع للكتاب بتاعنا سيلف دايركتد سيلف ناتشرنج، عندنا اكشن اورينتد هاي لاي انرجيتك. لازم يكون عنده هدف. اي انسان في الدنيا ما عندوش هدف ان هو عايز يوصل له هيكون انسان غير ناجح. اي انسان ناجح في الدنيا لازم يكون عنده هدف. ايه هو الهدف اللي هو عايزه اللي عايز يوصل له؟ ايه هو الهدف؟ طيب احنا دلوقتي هندخل في الجزء الثاني. او بس على الباوربوينت يحمل التشغيل. طيب احنا هندخل من الكتاب على الباوربوينت يحمل. الكل بيسال دلوقتي، انا هسال سؤال، هو انا ليه ادخل نفسي في مخاطر؟ ليه؟ ايه السبب ان هو عايز ان هو يواجه كافه المخاطر دي؟ الماده بتاعت الباوربوينت جميل جميل، استعدادا للمستقبل لكي ينجح جميل، فتح وخساره جميل. انا ليه افتح مشروع تجاري؟ ليه ان انا اواجه المخاطر بتاعتي؟ اطمع بين دريمز اند رياليتي. اه الحلم جميل. طيب ما هو حلمه ده بيحقق فيه مخاطر. طيب طيب بوينت ماله؟ مذاكر ولا ايه؟ طيب جميل جميل، شكرا. طيب كلام جميل، عشان اثبت نفسي واتعلم من اخطائي. جميل جدا. طيب انا في سؤال اسيبكم تفكروا فيه، ما الفرق بين الانسان العاقل والانسان الحكيم؟ ما الفرق بين الانسان العاقل والانسان الحكيم؟ ده اظن جبتم عليه المره اللي فاتت. هي بالظبط كده، ان انا ما اتعلمش من اخطائي، لا انا اتعلم من اخطاء غيري. يعني ايه؟ يعني ان انا باجي اكون راجل رائد اعمال، ان انا اشوف غيري. انا دلوقتي قلت مثلا احنا بنتكلم من البدايه عن مشروع الصيدليه، طب انا اشوف برضه صديق ليا او اشوف صيدليه ثانيه فتحت، ايه المخاطر اللي كانت بتواجهها؟ ليه الراجل ده فتح؟ هل الراجل ده كان في مخاطر جات له؟ طب ازاي ان هو يحلها؟ ان انا احاول ان انا استشف الموضوع بالكامل عن كافه المخاطر. طيب انا ليه اصلا انا احط نفسي في خطر؟ طب ما انا هفتح مشروع اواجه نفسي في مخاطر ليه؟ وليه اصلا انا افتح مشروع؟ انا ليه اصلا انا افتح مشروع؟ دراسه السوق كويس جدا، ليه جمع انفورميشن عن المشروع بتاعي. كلام جميل. طيب اول حاجه خالص ميك بروفيت. جميل. اول حاجه خالص فرصة. ايه هي الفرصة؟ دي اول حاجة خالص ان حضرتك بتبدأ ان انت تخوض انك تفتح مشروع تجاري. ليه فرصة؟ انا هجيب لكم مثال واقعيين حصلوا قدامي. المثال الاولاني ان في قرية، ان في احدى القرى ما كانش فيها الا صيدليتين، وكان من الممكن ان هي تفتح ومطالبة ان هي تفتح صيدليات اكتر. فدخل دكتور خارجي اجر محل وعمله صيدليه. دي احدى فرصه ان هو ما فيش في المكان ده الشيء المتاح له. انا هفتح صيدليه في المكان ده لان المكان ده محتاج صيدليه. انا هفتح مطعم في المكان ده عشان المكان ده محتاج مطعم. انا هفتح مشروع تجاري مثلا مصنع شركه او الحاجات دي كلها لان المنطقه دي محتاجه، مثلا البلد دي محتاجه ان هي يتعمل فيها مصنع. ادي فرصه له ان هو يعمل الموضوع ده. يعني انا ممكن يعني المثال اللي موجود ده فيه مثلا في قريه في احدى القرى ما كانش فيها شبكه نت. في واحد نتوركينج دخل فيها شبكه نت، فالكل اللي موجودين في القريه او كل الموجودين في هذه المنطقه راحوا له. دي بالنسبه له تمام معاكم يا جماعه. ان هو قدر ان هو يعرف ازاي ان هو يفتح مشروع له عن طريق الفرصه بتاعته. احتياجات السوق. كلام جميل جدا. احتياجات السوق بتاعتي اللي هي الفرصه. كلام جميل يا جماعه. بص تاني حاجه اللي احنا حضراتكم كنتوا بتقولوا عليها البروفيت، الربح. انا عايز افتح، انا عايز ان انا افتح مشروع عشان ايه؟ عشان الربح. جميل، بس دي حاجه تانية. فيرست اوف بروفيت. ماشي، الربح. انا دلوقتي هفتح المشروع بتاعي ده ليه؟ انا عايز افتح المشروع بتاعي لوحدي
يبقى كل العوائد اللي هتعود عن المشروع ده هترجع لي انا، هترجع لي انا لشخصي، المكسب كله هيعود ليا. يبقى انا من احد الحاجات الفرص، من احد الحاجات اللي انا هواجه المخاطر الموضوع ده، اول حاجه الفرصه، ثاني حاجه بروفيت. تمام، طيب ماشي، اتفضل يا استاذ محمد. طيب لو سمحت دعم فني، شوف لي بس الباور بوينت مش شغال ليه، بنطلب لكم بس دعم، يشوف الباور بوينت مش شغال ليه. طيب ثالث حاجه الاستقلاليه، اندبندنس. طيب استقلاليه ليه؟ في ناس مش عايزه تشارك حد، الصيدلي ده في صيدلي مثلا صيدليه ان هو واحد مشارك كتيره، فقدر ان هو يشارك. في ناس كده، في ناس ما بتحبش المشاركه. تمام يا جماعه. طيب دلوقتي عندي الديون في الاستقلاليه، حد يقول لي ازاي في الاستقلاليه؟ مثلا المشروع التجاري الصيدليه، المحامي بيحب الاستقلاليه بتاعته ان هو بيفتح مكتب لوحده. الناس دي كلها رواد الاعمال دول ان هم بيحبوا الاستقلاليه، مش عايزين حد يشاركهم في العمل بتاعهم. يكون المكسب البروفيت بتاعهم عائد ليهم هم. طيب هو الباور بوينت مش عارف ما بيحملش ليه. اخر حاجه عندي خالص اللي هي التشالنج، التحديات. انا ليه اصلا ابدا في المشروع بتاعي؟ انا ليه؟ ده تحديات. طيب تمام، طيب تمام كده كويس. التحديات يعني زي ايه في التحديات مثلا؟ انا هجيب لكم مثال، هجيب لكم مثال دلوقتي، ان بسبب ايميل، بسبب عدم وضع ايميل في السي في، بقى من اكبر رجال الاعمال الموجودين في امريكا. في شخص كان مقدم، الصوت تمام كده، الصوت كده تمام. شركه مايكروسوفت كانت مقدمه ان هي عايزه عامل بوفيه، اوفيس بوي. ففي ناس قدمت، من احدى الناس دول شخص قدم ان هو يكون عامل بوفيه، ففي السي في بتاعه ما كتبش السي في بتاعه، ما كتبش ايميل. فسبب رفضه، سبب رفضه في الشركه دي، في شركه مايكروسوفت، انه اصلا ما كتبش ايميل في السي في بتاعه. فاستغرب جدا، فعمل تحدي بالنسبه له، تشالنج ان هو يكون رائد اعمال، ان هو يتحدى العقبه اللي موجوده دي. بقى دلوقتي في امريكا ان هو اكبر مواردي للشحن في امريكا، سواء كان سفن او عربيات، هو اكبر من اكبر الموردين للشحن في امريكا، بسبب بريد الكتروني لعامل اوفيس بوي، لعامل اوفيس بوي ده كان سبب له ان هو يكون من اكبر رجال الاعمال الموجودين في امريكا. تمام يا جماعه. يبقى انا دلوقتي ان انا مستعد ان انا اواجه المخاطر اللي موجوده عندي، ايه سببها؟ ان انا عندي فرصه، مستعد ان انا اواجه المخاطر اللي موجوده في الشركه بتاعتي، سواء كان التحمل المسؤوليه بالفشل او النجاح، عشان انا عندي فرصه، عشان انا عايز ربح، عشان انا حابب ان انا استقل بنفسي واعمل مشروع لنفسي واعود، ويعود الربح كله لي انا لوحدي. اخر حاجه عندي اللي هو التحديات، التشالنج اللي هو التحديات، ان انا مستعد ان انا اتحدى الدنيا كلها مقابل هذا المشروع، ودي احدى الاسباب في النجاح. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب انا هشرح اول بند اللي هو السول بروبريتور شيب، السول بروبريتور شيبس فقط لا غير، وبعد كده هناخد بريك. تمام؟ حاضر، معلش. حاضر. تمام. الاول في اي حاجه من اللي فات مش واضح؟ اللي فات ده كان موضوع عموما يعني بيتكلم فيه ان انتوا حضراتكم تقدروا تستخدموه كسوفت سكيلز. دلوقتي ان احنا نعرف حضراتكم الشركات، انواع ملكيه مشروعات الاعمال. لو تفتكروا ان انا كنت قلت لكم عندنا ثلاث انواع من انواع الشركات، ملكيه فرديه، شركات اشخاص، ثالث حاجه شركات مساهمه. في شركات فرديه، شركات اشخاص، اخر حاجه شركات مساهمه. في حد تاني يعرف حد؟ طيب انا عايز تاني، عايز تاني. شركات اشخاص، شركات مساهمه،
شركات ملكية فردية. في حد تاني عنده شركات تانية يعرفها قابضة، توصية بالأسهم، توصية بسيطة متعددة الجنسيات، شركات الأموال، توصية بسيطة. طيب قطاع عام وقطاع أعمال بقى، قطاع عام وقطاع أعمال، تضامن، شركات مقاولات، شركات قطاع الأعمال محدودة، شركات مساهمة قابضة المساهمة. طيب تمام، مساهمة مغلقة، مساهمة مغلقة، ماشي أستاذ محمد، مساهمة مغلقة، ما هو كل ده شركات أشخاص. أستاذ أسامة، أستاذ أسامة، جميل جدا، كل دي فعلا شركات أشخاص. طيب تمام، المساهمة هي الأموال، جميل. طيب ندخل في الشرح، ندخل في الشرح. الملكية، شركات الملكية الفردية. حد يقول لي من منطلق الاسم ده الملكية الفردية يجيب لي مثال؟ لو سمحت يا جماعة، أنا عايز أمثلة للمسمى الملكية الفردية. محل بقالة، جميل، ملكية فردية، صيدلية، ملكية فردية، كل كافي شوب، جميل، وأكتر حاجة مشهورة في مصر الأيام دي، ورشة سيارات، جميل، كشك سجاير، ما لقيتش إلا كشك السجاير، مشروع سوبر ماركت. طيب هو الملكية الفردية دي يعني يطلق عليها مصطلح شخص واحد يملك ويدير المشروع التجاري، سنتر، انترنت كافيه. الملكية الفردية شخص واحد يملك، الملكية الفردية شخص واحد يدير ويملك المشروع بالكامل. طب حد يقول لي مميزات الملكية الفردية، الملكية الفردية، حد يقول لي مميزات الملكية الفردية؟ المالك هو المنشئ والمدير، جميل، انت مالك نفسك، جميل جدا، شخص واحد، الحرية النفسية، جميل، حرية التصرف، جميل، كل الأرباح له، جميل جدا، القرار، جميل جدا، أنا شايف إن في حد فتح الكتاب وقرأ، حرية اتخاذ القرارات، حرية اتخاذ القرار، جميل. كل ده كلام جميل جدا. المالك صاحب القرار بيساوي الإدارة، يعني هو المدير، الجدية في العمل. طيب كلام جميل جدا، كلام جميل، كلام جميل جدا، كل دي كلها. طب العيوب، حد يقول لي عيوب، عيوب الملكيه الفرديه. استاذ محمد انا مش معجب بالمحاضره اصلا يعني، فانا بعتذر عشانها يعني. وبالنسبه لموضوع الصوت ده، انا صوتي قطع عندي، انا فعلا المشكله في الصوت من عندي انا مش من عندكم والله، فيعني انا مستحمل نفسي عشانكم والله غصب عني، بس انا بعيد لكم الكلام اللي بيحصل، انا مش قادر اتكلم بصراحه من ساعتها، مشكله الصوت من عندي انا شخصيا، بس انا بحاول ان انا اعالج المشكله دي، ما تقلقوش، الصوت لو بيقطع انا بعيد من تاني، ما تقلقوش. طيب انا بعتذر، معلش انا اسف. طيب نكمل دلوقتي. الملكيه الفرديه، عيوبها ايه؟ الملكيه الفرديه عيوبها ايه؟ مخاطر اعلى، جميل جدا، الخساره تكون كبيره، جميل جدا، المخاطره بتزيد، الارباح محدوده. لا انا مش متفق معاك كده يا استاذ محمود سعد، مش متفق معاك. فكر شخص واحد، جميل، فكر شخص واحد كويسه. عدم ايه؟ القرار فردي، الخساره يتحمل فعلا بتطلب مجهود اكبر، جميل جدا، عاجبني المجهود الاكبر الاستاذ حسن، جميل جدا، اللي هي ناخدها في الهايلاين انرجيتك، الجمود في التخطيط، الابداع المحدود، جميل، بطء التطور، جميل، هتقول جميل جدا، في الاخر بادئ صغير ثم يكبر المشروع، دي برضو احدى المخاطر اللي ممكن يواجهها، ان هو يبدا صغير وبعد كده المشروع يكبر، تقع المسؤوليه على المالك، جميل جدا، جميل جدا، في حاله وجود مخاطر في حاله انشغال المالك او سفره او مرضه، جميل جدا، دي احدى الحاجات قابله للانهيار. ليه بس كده يعني يا استاذ محمد؟ هي فعلا قابله للانهيار، المشروع متوقف على شخص معين. طيب هو في مشكله في الباور بوينت، فما علينا من المشكله دي، ان شاء الله الكتاب موجود معانا اهو، عشان كده نعمل حساب الكتاب. طيب الملكيه الفرديه المميزات، كل اللي حط
حضراتكم قلتوها ده كويس جدا. طيب تمام. طيب تمام، نقف هنا نقف هنا. لو بيقول لك انواع الشركات، الشكل ده بيقول انواع الشركات عندي بتكون من ايه؟ شركات ملكيه فرديه، وده نوع واحد اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. شركات اشخاص، شركات مساهمه. الانواع دي كلها يا جماعه صعب ان حضرتك يعني انا عايز اسهل الامور دي عليكم. ان شاء الله هناخد دلوقتي السول بروبريتور شيب، الملكيه الفرديه، وبعد كده هتفهموا كل الامور ببساطه. تمام؟ تمام. نرجع بعد كده دلوقتي للكتاب على ما يحمل. سول بروبريتور شيب يعني ايه؟ الملكيه الفرديه. سول بروبريتور شيب شكل من اشكال الملكيه يتضمن شخصا واحدا زي البقاله، كشك السجاير، السوبر ماركت، الحاجات دي كلها. طيب السول بروبريتور ده الاسم الذي يطلق عليه الشخص يمتلك ملكيه فرديه. Is the name given to a person who owns a sole proprietorship. اوكي يا جماعه؟ ما علينا من الموضوع ده دلوقتي، ما علينا خالص من التعريفات دي كلها امرها سهل، لكن انا عايز اوضحه دلوقتي حالا. ما هي المميزات؟ كل ما تحتاجه انك اما تشتري او تأجر، سواء كان محل او المكان او المعدات والالات فقط لا غير، وتحصل على التراخيص. دي احدى المميزات. طيب ثواني، ماشي اسئلتكم، حاضر حاضر. المميزات انك ما عليك انك اصلا انت تاخد الرخصه، تقدم على طلب الرخصه والتراخيص بتاعتك، انك هتأجر او تشتري المكان اللي انت هتعمل فيه المشروع بتاعك. دي اول حاجه. تاني حاجه انك تفكر ان انت تخرج من المشروع بتاعك، ده سهل جدا. اوقف النشاط، سهولة الانشاء جميل، اوقف النشاط بتاعك يبقى انت كده خرجت. دي احدى الحاجات برضه. ان من المميزات ان انا عايز اقفل المشروع بتاعي في ثانيه، ان انا اقفله، اقفل المشروع بتاعي خلاص، ده ملكيه فرديه وانت حر فيها. تالت حاجه ان انت رئيس نفسك، ان القرار بتاعك انت اللي تملكه زي ما حضراتكم قلتوا. رابع حاجه الارباح كلها بالكامل بتكون ليك. استاذ احمد جميل جدا، مميزات ضريبيه. احيانا الضرايب اصلا بتحسب على دخل شخص ليك، مش بتاخد دخلية، مش بتاخد اتنين ضريبه، ضريبه على الشركه او ضريبه شخصيه، لا الضريبه تحسب على اساس ان هو دخل شخص ليك وليس ضريبه على الشركات. الارباح زي ما انا قلت ان هي بتكون ليك بالكامل. طيب ايه العيوب؟ ايه هي العيوب؟ العيوب عندنا ان اصلا عشان تفكر ان انت تفتح مشروع تجاري ده يتطلب اموال كبيره جدا. انا هبدا ان انا افتح مشروع سواء سوبر ماركت او اي مشروع او صيدليه، ده يتطلب اموال كتيره. ده يتطلب اموال كتيره، ازاي ان انا اوفر الاموال دي؟ دي طبعا مشكله ان هي بتواجه اصحاب الاعمال، رواد الاعمال. بتحتاج تكلفه عاليه وتجهيزات عاليه فعلا. طيب في مشكله ثانيه، ان هو برضو ممكن ان انا صاحب الرائد الاعمال ده، مثلا الصيدليه، مثلا صيدليه، هل الصيدلي يستطيع ان هو يلم بمعلومات المحاسبه؟ هل الصيدلي يستطيع ان هو يلم بمعلومات الكمبيوتر؟ طب كده الصوت تمام. الصيدلي، هل الصيدلي يستطيع، هل الصيدلي يستطيع ان هو يلم بالمعلومات اللي موجوده على الداتا؟ يعني مثلا ان هو يجيب جهاز كمبيوتر، وان هو يجيب ان هو يعرف البرامج اللي موجوده عليها، هل يعرف في المحاسبه؟ طبعا السؤال، هل الصيدلي يستطيع ان هو يلم بالمحاسبه؟ هل الصيدلي يستطيع ان هو يلم بالبرامج اللي موجوده في الكمبيوتر؟ لا طبعا. فدي بتبقى مشكله عنده، ان هو ما عندوش خلفيه كامله، او ان هو يستطيع ان هو يدير كل حاجه بالكامل من نفسه. فبطبيعه الحال ان هو هيستعين بعمال وموظفين، هيستعين مثلا بمحاسب، هيستعين بداتا انتري. لازم يجيب متخصص. لازم فعلا يجيب متخصص. ده احدى العيوب برضو اللي موجوده في الملكيه الفرديه، ان هو مش ملم بكل حاجه، ان هو عارف شيء معين فقط لا غير، لا يعرف الا شيء معين. في بعض طبعا رواد الاعمال ان هم يقدروا يعرفوا في المحاسبه، في بعض رواد الاعمال ان هم يعرفوا في داتا انتري، بس هل رائد الاعمال يستطيع ان هو يلم بكل شيء في الشركه؟ هل يستطيع ان هو رائد الاعمال ان هو يقوم بجميع الاعمال الموجوده في الشركه؟ كل دي طبعا بتبقى امور صعبه، ودي من احدى العيوب.
من احدى العيوب برضو اللي موجوده في رائد الاعمال ان هو اكتر واحد بيشتغل، اكتر واحد بيكون موجود في المكان في المشروع بتاعه. ازاي؟ مده العمل الساعات الطبيعيه اللي موجوده 8 ساعات او 6 ساعات. طيب صاحب الصيدليه ده مطالب ان هو بيروح في وقت معين ويجي في وقت معين، صاحب المشروع التجاري السوبر ماركت مطالب، صاحب الكشك السجاير له وقت محدد. جميل جميل، كل الحاجات دي كلها ان هو يقدر، لا ده مطالب ان هو يكون موجود في كل الاوقات. طب في حاجه تانية كمان ما لاحظتوش بالكم فيها دلوقتي، الموظفين اللي موجود عنده هو مش بيدي لهم تامين؟ رائد الاعمال ده هل مؤمن عليه؟ لا مش مؤمن عليه، بيدي للموظفين تأمين. ممكن مثلا في اوفر تايم، هو رائد الاعمال بياخد اوفر تايم؟ الدكتور صاحب الصيدليه او صاحب الكشك السجاير لو زود عن الثمان ساعات له اوفر تايم؟ لا، دي طبعا من احدى المخاطر والعيوب اللي موجوده في الملكيه الفرديه، ان هو ما بيقدرش ان هو ياخد المميزات اللي موجوده واللي بيمنحها للموظفين عنده، زي التامين الصحي، زي الاجازات بالمرتب، زي مثلا الوقت الاضافي الاوفر تايم، كل الحاجات دي كلها بتكون مشكله موجوده عنده. طبعا ده حياته كلها، يعني مطالب ان هو يكون موجود في كل الاوقات، واحدى الحاجات اللي هو مطالب موجود في كل الاوقات دي لو جاله مثلا تفتيش. لو جاله تفتيش ان هو لا ده لازم يكون موجود، الحوافز والمكافئات، جميل جدا. طيب في مشكله دلوقتي كمان اخيره، الشخص ده معرض ان هو في اي مشاكل غير متوقعه، ان هو ممكن يموت، يتوفاه الله، ايه اللي يحصل بعد كده؟ والله مايك قريب مني جدا، يعني مفيش مني ما بينه. طيب الشخص ده لو توفي ايه اللي ممكن يحصل؟ المشروع هيكمل ازاي؟ المشروع كده هينتهي، ده برضو احدى العيوب. يبقى انت لم تراعي الموظفين الموجوده. نعترض بقى، اعترض الا اذا كان اولاده، ان هو احدى اولاده بيدير معاه، هيستمر الموضوع ده في توارث. كلام جميل. طيب في حاجه اخيره بقى، ان انا اصلا صاحب ملكيه فرديه عايز اكبر المشروع بتاعي، زي احدى الصيدليات اللي موجوده في مصر او احدى السوبر ماركت اللي موجوده في مصر، بتلاقيه فتح مشروع، بتلاقيه خد شهره ان هو عايز يكبر المشروع ده، يفتح فرع واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعني كده المخاطر بتاعته بتزيد اكتر، يعني كده وقت شغله بيزيد اكتر، يعني كده بيحتاج موظفين اكتر، يعني كده بيحتاج رؤوس اموال اكتر. كل دي برضه مخاطر ان هو بيواجهها، على الرغم ان هي بتبقى احيانا مميزات، ان هو برضه ان هو بيوسع الشركه بتاعته، بيحصل على ارباح اكتر، بس كل شيء طالما له مميزات اكيد له عيوب. الانتقال من دائره صغيره لدائره كبيره، وممكن الدائره الصغيره دي ان هي تقف تماما، الدائره الصغيره دي ان هي تقف تماما، بتبقى مشكله اذا لم يواجه ولم يواجه المخاطر اللي موجوده المحتمله. كده دلوقتي عرفنا الملكيه الفرديه، هسال سؤال دلوقتي، الملكيه الفرديه مسؤوليه محدوده ولا غير محدوده؟ رائد الاعمال الذي يمتلك ملكيه فرديه مسؤوليه محدوده ولا غير محدوده؟ في ناس بتقول محدوده، غير محدوده، الغربيه غير محدوده، مسؤوليه محدوده. انا شايف التلتين للتلت، محدوده. طيب لانه يمكن يصيبه اي شيء. طيب شوفوا يا جماعه، بالنسبه يعني ايه كلمه محدوده؟ يعني ايه غير محدوده؟ نعرف دي كويس. زمزم يعني ايه زمزم؟ مسؤوليه الشركه. طيب نعرف يعني ايه الاول محدوده وغير محدوده؟ unlimited وليميتد، محدوده المسؤوليه. محدوده المسؤوليه يا جماعه يعني ملهوش دعوه باي شيء، هو ساهم بالمشروع بتاعه بفلوس وملهوش دعوه باي شيء تاني. طيب مسؤوليه غير محدوده ان لو حصل والشركه خسرت تروح على امواله الشخصيه، مسؤول في كل شيء عن الشركه، المسؤوليه المحدوده والمسؤوليه الغير محدوده. الملكيه الفرديه مسؤوليه محدوده ولا غير محدوده؟ مسؤوليه غير محدوده، لان لو حصل وان الشركه دي خسرت ان هو هيتحمل كل الخساره وعلى امواله الشخصيه والديون على امواله الشخصيه، دي مسؤوليه غير محدوده، صاحب الشغل طبقه غير محدوده، صاحب الشغل. طيب استاذه ايمان هنرجع في بقيه الشركات الاشخاص هنعرف دلوقتي المقوله دي معناها ايه، صاحب الشغل لازم تبقى غير محدوده، هنعرف. تمام،
ازاي غير محدوده؟ ذات مسؤوليه محدوده. طب انا عايز اعرف بس ازاي ازال مين مين دي يعني ايه؟ طيب في طب الملكيه الفرديه انا هبسطها لكم يعني ملتزم بالخساره، يعني ملتزم بالخساره، كلام جميل، الفرق ما بينهم. طيب هل في حد لو المشروع ده خسر هتروح على اموال شخص تاني؟ المشروع ده الصيدليه وليكن ان هي خسرت مثلا 20,000 جنيه، الديون دي هتروح على مين؟ الديون دي هتروح على مين؟ حد يقول لي، هتروح على صاحب الشخص نفسه ولا هتروح على حد تاني؟ هتروح على المالك، صاحب المنشأة، على صاحب الصيدلية. يبقى ملكية، يبقى مسؤولية غير محدودة، لأن هو متحمل كل حاجة في الشركة. خسارة هو متحملها، مكسبها هو اللي متحملها، مخاطر هو اللي متحملها. المشروع لو خسر مين اللي هيخسر؟ هو اللي هيخسر، مفيش حد تاني هيخسر. تمام يا جماعة؟ يبقى المسؤولية كلها على صاحب العمل وليس على أي حد تاني. بالإضافة إلى إن المشروع ده لو خسر وعليه ديون هيروحوا لديونه الشخصية، هتروح لأمواله الشخصية وأملاكه الشخصية. مسؤول بالخسارة، هو لما يجي يعلن إفلاسه هيعلن إفلاس حد تاني كمان معاه؟ لا، هو لوحده فقط اللي هيعلن إفلاسه. هو وحده فقط، المشروع ده هو المشروع ده اللي خسر، الشخص ده مسؤولية غير محدودة. الجدول ده يبين المميزات والعيوب اللي موجودة في الملكية الفردية. نرجع ونقول في الملكية الفردية إن هو شخص واحد يمتلك كل شيء. دي حاجة. المميزات بتاعته يتحمل كافة المميزات بتاعته، أنا آسف، إن هو سهل إن يبتدي في المشروع وسهل إن هو ينهيه. هو يخرج بالمشروع امره بسيط جدا حتى لو اعلن افلاسه ومسؤول بالخساره. تمام. الرضا والحصول على كافه الارباح اللي موجوده. الضرايب تحصل، الضرايب وانا بركز على كلمه الضرايب دي لانها ممكن تيجي في الامتحان. الضرايب بتكون ضرايب شخصيه. اذا انا عندي هنا في المميزات سهوله البدء والانتهاء في العمل في اي وقت ان انت تبتدي وفي نفس الوقت في اي وقت ان انت تنتهي. انت رئيس نفسك. مفيش ضرائب اضافيه، كل الضرائب اللي بتعود عليك ضرائب شخصيه. بعد كده ان انت سهل الحصول على ترخيص، مفيش فيها مشاكل، الترخيص بالنسبه لك بتبقى امرها سهل. مفيش حد بيقول قرارات غيرك، انت صاحب القرار. العيوب ان دوره حياته اصلا بتبقى محدوده، ان هو لو توفي المشروع بيقف. المزايا الاضافيه قليله جدا، زي ان هو مثلا ايه بالنسبه للاوفر تايم، بالنسبه للتامين الصحي، بالنسبه للاجازات، بالنسبه للحاجات دي كلها بتبقى صعبه، امر صعب. انليميتد لايبيلتي، مسؤوليه غير محدوده، وانا بركز على كلمه مسؤوليه غير محدوده، انليميتد لايبيلتي، انا بركز عليها جامد. الموارد الماليه بتاعته بتكون محدوده، يعني هو مثلا الحوافز، كلام جميل، اوفر تايم، تمام، جميل جدا يا استاذ محمد. المشروع بتاعه زي ما انا قلت احد العيوب ان هو تطلب اموال كبيره، فهو هيجيب الاموال الكبيره دي منين؟ اخر حاجه التكلفه الاوليه بتبقى كبيره جدا، ان هو يفكر ان هو يفتح مشروع، ان هو امتى هيربح؟ لما يجي واحد يفتح مشروع هل من اول يوم هيربح؟ ده لازم ان هو يصبر على اساس ان هو يحصل على الربح اللي هو بيتمناه. تمام يا جماعه؟ طيب احنا طولنا في الملكيه الفرديه وكان لازم نطول فيها عشان ده الاساسي بتاعنا. نرجع ونقول الملكيه الفرديه احدى انواع الشركات، احدى انواع ملكيه الاعمال. بعد كام سنه يفكر في الربح، وممكن بعد كام شهر يفكر في الربح. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا سول بروبريتور شيب. تمام يا جماعه؟ ناقص عندي شركات الاشخاص وفي نفس الوقت شركات المساهمه. حسب دورة رأس المال ودراسة الجدوى. تمام. في أي أسئلة في السول بروبريتور شيب؟ أي سؤال فيه؟ أنا عايز أي أسئلة، أنا عايزكم حضراتكم تكونوا فاهمين. أنا لو عايز تاني هعيد تاني، مفيش فيها مشاكل عندي، لأن ده الأساس بتاعي. حضراتكم هو الموضوع ثلاث صفح فقط لا غير، وفيها مشاكل كبيرة جدا. تمام؟ موضوع الضرايب، في عندك حاجتين في الضرايب، انا مش متخصص ضرايب، اتمنى لو في حد هنا خريج كليه تجاره ويفهم في الضرايب ان هو يكون موجود معانا، وان انا ممكن ان انا افتح له المايك ويتكلم. في عندي ضرايب شخصيه وضرايب على الشركات.
انا صاحب شركه او صاحب صيدليه، هل الضرايب اللي هتعود عليا ضرايب على الشركه بتاعتي وضرايب شخصيه؟ انا باخد ارباح، الارباح دي انا بدفع عليها ضريبه اللي هي ضريبه الدخل، وفي نفس الوقت ان انا حصل فيه ربح للشركه. ففي نفس الوقت ان انت الضرايب الشخصيه هل تكون من المميزات؟ اه طبعا الضرايب الشخصيه دي من المميزات، لان في ناس بيخضعوا لاثنين ضريبه، ضريبه شخصيه وضريبه على الارباح. وهنعرف ليه دلوقتي، هنعرف ليه دلوقتي، هنعرف ليه في شركات الاشخاص، هنعرف ليه. تمام. ضريبه واحده صح، ليه ضريبه على الاشخاص، ان الشخص اللي هو يحصل على ضريبه واحده ده تمام جدا. طيب هريحكم، في بعض الشركات مثلا زي شركات المساهمه او شركات الاشخاص، ان هو الشركه كسبت وبعد كده بتوزع الارباح، فبيحصل ضريبه، الدوله بتحصل ضريبه على المكسب الربح اللي حصل، بروفيت اللي حصل للشركه، وبعد كده لما بتقسم الارباح بترجع تاني تاخد ضريبه شخصيه. يبقى انت كده حصلت على اثنين ضريبه. لا، ده في السول بروبريتور شيب انت بتحصل على ضريبه واحده فقط لا غير، اللي هي ضريبه على الملكيه، اللي هي ضريبه على الدخل. شكرا يا استاذ احمد. ضرائب المشروع الفردي حاليا اقل من ضرائب شركات التضامن او التوصيه. كلام جميل جدا. هل من الخطا محاوله معرفه الحسابات وكل شيء عن اداره العمل واشرف على كل شيء بنفسك في الملكيه الفرديه؟ ولو ما عملتش كده هتخسر. لو ما عملتش كده ولو ما قدرتش كده، ما عملتش كل حاجه موجوده في الشركه، كل حاجه موجوده في الشركه بتاعتك ان لم تعرفها هتعرض لاي مشاكل واي مخاطر. لذلك يا جماعه انا قلت المحاضره اللي فاتت واتمنى ان هي تكون وصلت. انت بتبدا مشروع تجاري من الصفر من البدايه، فانا بعلمك ازاي انت تبدا مشروع تجاري. بعد كده بعلمك ازاي تكون مدير في الفصل الثاني. بعد كده بعلمك ازاي انت تكون قائد في الفصل الثالث. بعد كده بعلمك ان انت ازاي تعين موارد بشريه، وازاي ان انت تدير الموارد البشريه اللي موجوده عندك في الشركه. ده في الفصل الرابع. بعد كده ازاي بتسوق لنفسك، ده في اثنين شابتر خاص بالماركتنج. بعد كده ازاي ان انت تدخل الحسابات. في بعض الشركات ان هي بتتعامل على برامج الحسابيه العاديه، وفي بعض الشركات لا بتشتري برامج. بعد كده ان انت ازاي تعرف الاقتصاد ماشي ازاي في البلد او على مستوى العالم، ان انت ازاي تعرف ازاي الامور الاقتصاديه ودراسه حاله السوق. بعد كده ازاي ان انت تتخذ قرار اخلاقي، وبركز على كلمه قرار اخلاقي، كلمه اخلاقي لازم يكون عنده اخلاق في اتخاذ القرار. تمام؟ حاضر. بعد كده اخر حاجه ان انت ازاي تدخل الانفورميشن تكنولوجي في الشركه بتاعتك. انت مثلا لو جيت قلت مثلا لشخص يمتلك ملكيه فرديه عنده 60 سنه، رحت قلت له انا هدخل لك كمبيوتر، يقول لك يعني ايه كمبيوتر اصلا؟ طب ادخل اصلا؟ طب يعني ايه كمبيوتر اصلا؟ ما انت مواجه، لا مواجه لمشاكل كتيره ان انت ممكن ان هي تكون موجوده عندك، فبتبقى عمليه صعبه. انا برضو بعلمك ازاي ان انت تكون الحاجات دي كلها. فانت عشان تكون ملم بكافه امور الشركه لازم تعرف الحاجات دي كلها، وده من تخصص مكتب اداره الموارد البشريه. حاضر حاضر. كيف تقنع القصه القانون فقط هو معدل من عده سنوات فقط. مصطلح هيئه الاعمال الملكيه الفرديه بس. حاضر يا استاذ احمد. حاضر. هي مش معرفه اصلا على فكره في الكتاب. مش معروفه في الكتاب. لا يوجد ضريبه على ارباح الشركه كضريبه شخصيه، لا يوجد. اللي هيطلب تاني الباوربوينت انا مش هدي لي الدعم الفني ان هو ينشره لكم. انا وعدتكم من الباوربوينت انها هتكون موجوده عندكم ان شاء الله. تمام؟ طيب اي الماتيريال هيوصل لكم ان شاء الله، دي ما تلاقوش عليها خالص. بس الماتيريال وانا قلت لكم يا جماعه ان شاء الله بالنسبه للكتاب العربي انه هيكون موجود عندكم ان شاء الله. انا وعدتكم بكده. طيب تمام. نرجع ونقول تاني ان مكتب اداره الموارد البشريه ان هو يكون لازم يكون ملم بكل هذه الامور اللي موجوده في الشركه بالكامل. لذلك حضرتك مش بتتعلم الشركه بالكامل ماشيه ازاي، مع انك ازاي تبدا مشروع تجاري من الصفر. في بعض الحاجات انا عارف حضراتكم من يعني احنا بندرسها ليه، بس هو بالكامل بنعرف معلومات عامه. بنعرف معلومات عامه بالكامل في كل حاجه. كلام جميل؟ طيب انا هقف عند النقطه دي،
انا هقف عند النقطه دي اللي هي السول بروبريتور شيب، انه اهم حاجه تكونوا عندي عارفين المسؤوليه اللايبيليتي، اهم حاجه سول بروبريتور شيب انليمتد لايبيليتي، مسؤوليه غير محدوده، دي اهم حاجه تكونوا عارفينها، لان دي بتيجي في الامتحان. طيب بالنسبه للناس طريقه المذاكره، اهم حاجه عندي انك تقرا العناوين او الفصل دي كويس جدا وتفهمها، دي اهم حاجه عندي. تمام يا جماعه؟ تاني انا اهم حاجه عندي لما تيجي تذاكر انك تذاكر العناوين او النقاط الصفراء دي، ذاكرها كويس جدا. طيب حاضر، انا عارف ان الصوت بيقطع وانا بعيد تاني، والله انا بعيد تاني. تمام؟ طيب لما تيجي تذاكر حضرتك، انا اهم بعيد تاني، لما تيجي حضرتك تذاكر اهم حاجه عندي انك تذاكر العناوين الصفراء دي. ذاكر ازاي؟ العناوين الصفراء اللي موجوده دي يا جماعه لازم تذاكرها كويس جدا وتنتبه ليها كويس جدا مع الباور بوينت، مع الباور بوينت. ان شاء الله تكون المحاضره موجوده ومتسجله، ده مستني هو اللي هيرد عليكم في الموضوع ده ان شاء الله. طيب وبتيجي عند كلمه مذاكره بتقطع. بريك يا جماعه من فضلكم. طيب بريك يا جماعه من فضلكم، طالما الصوت بيقطع عند كلمه مذاكره ناخد بس بريك. العناوين اللي على الجنب دي يا جماعه اهم حاجه، دي اهم من احد الحاجات المهمه جدا ان حضرتك بتساعدك في المذاكره. تمام؟ حاضر ان شاء الله. ماشي يا جماعه، انا عايزك ان حضرتك تفهم بس الامور ماشيه ازاي مع الشرح فقط لا غير، وما تجوش انا جايب لكم على البارتنر شيب، ودي مشكله كبيره جدا لان فيها حاجات كتيره. فانا اهم حاجه عندي العناوين المربعات الصفراء دي حضرتك تذاكرها كويس جدا مع الباوربوينت. المثال اللي موجود ده حضراتكم انا حابب ان انا اعرضه ليكم، ده مثال على رائد اعمال ازاي ان الفكره جات له. معلش يا جماعه لو الصوت واضح هيبقى رقم واحد، لو الصوت واضح هيبقى رقم واحد. الشخص ده او اللي موجود في الصوره اللي موجوده دي يا جماعه، كل الحكايه اللي هو عمله ان هو عمل كيكه، وخرجها من الفرن وحطها على الترابيزه بتاعته اللي موجوده. كان عنده، انا اسف في اللفظ، كلب موجود، الكلب بتاعه جه وكل الكيكه كلها بالكامل، فعجبته الفكره انه عمل كيكه تاني وقدمها. عيد تاني. الشخص اللي موجود عندنا في الصوره دي يا جماعه جات له عمل كيكه، لما عمل كيكه قدمها على ترابيزه السفره، فالكلب بتاعه كل الكيكه كلها بالكامل فاستغرب، فراح عمل الكيكه تاني، الكلب بتاعه كلها، فجات له فكره ان هو يفتح مشروع كيكه فقط لا غير للكلاب. دلوقت الشخص ده عنده 60 فرع في امريكا، عمل من لا شيء شيء، عمل من فكره جت في دماغه فرصه ان هو عملها، عمل مطعم فقط لا غير. والله هو اللي بيتكلم بيقول كده، كيكه اللي احنا بناكلها كلها كلها حيوان، وعمل عن طريقها 60 فرع في امريكا. ده احدى الناس اللي هم جات لهم القدره ان هم يفتحوا مشروع، ده يعتبر رائد اعمال. طيب ازاي ان هو عمل 60 فرع؟ يعني من فرع واحد لفرع اثنين لفرعين لثلاثه لاربعه لخمسه، ان هو يوصل 60 فرع اكيد حقق مكاسب كبيره. ادي حقوق الانسان اللي موجوده على مستوى العالم، قصدي حقوق الحيوان اللي موجوده على مستوى العالم. المصطلحات او التعريفات اللي موجوده حضرتك دي سواء كانت على الشمال او على اليمين، دي اهم حاجه. بالاضافه الى ان في بعض الحاجات انا اقول لكم ركزوا عليها فقط لا غير، في بعض الحاجات مش مهم انكم تذاكروها، وفي بعض الحاجات ان هي مهمه جدا ان حضرتك تذاكرها. في بعض الحاجات ان انا هركز عليها ان حضرتك تذاكرها، وفي بعض الحاجات ان هي مش مهم ان حضرتك تذاكرها. قاعد اهم الحاجات دي التعريفات اللي موجوده على الشمال او على اليمين، يعني دي مثلا على الشمال. تمام. طبعا الكتابه مش واضحه، بتاخد تحصل على بوزيشن وظيفي اعلى. استاذ حسن،
بالنسبه للشركات العملاقه ان حضرتك بتحصل على بوزيشن وظيفي اعلى، لان حضرتك بتدرس اداره اعمال. استاذ حسن حضرتك بتدرس اداره اعمال، فبكده حضرتك انت ممكن انت تدخل مكتب اداره الموارد البشريه او تنضم الى مكتب اداره الموارد البشريه، ودي حاجه كويسه جدا انت تكون حضرتك من المكتب ده. طيب حاضر. بالاضافه الى في الشركات الكبرى ان حضرتك دي ان انت بوزيشن وظيفي اعلى وبتترقى في اسرع وقت ممكن. يعني الامتحان فيه عربي وفيه انجليزي، بس فيه شرطين. اول شرط ان لو حصلت على الكتاب العربي هتمتحن بالعربي، لو حصلت على كتاب الانجليزي هتمتحن انجليزي. ولكن نصيحه مني احصلوا على الكتاب النسخه الانجليزي. الناس اللي هم ضعاف في اللغه الانجليزيه زي حالتي، انا حصلت على اللغه الكتاب باللغه الانجليزيه. تاني يا جماعه، تاني الناس في عندك كتاب عربي وكتاب انجليزي. لو حضرتك ما تعرفش اللغه الانجليزيه بالكامل تحصل على الكتاب الانجليزي، لان ده اللي هيعلمك اللغه ان شاء الله، ده اللي هيعلمك اللغه ومش صعبه، ده هيكون سهل. بالنسبه للكتاب العربي، بالنسبه للكتاب العربي انا هجيبهولك، يعني هيكون معاك الكتابين ان شاء الله. لو في اي ترجمه مش واضحه بالنسبه لك هيكون معاك النسختين. هو في مشكله حضراتكم، في مشكله بالنسبه لموضوع ان حضرتك تدخل الامتحان. بالنسبه لرقم الامتحان، مفيش الامتحان له رقم، الامتحان ليس له رقم. حضرتك في عندك حوالي 10 مراكز موجوده في مصر معتمدة، في 10 مراكز تقريبا يمكن اكتر او اقل حاجه بسيطه معتمدة لجهة اعتماد الاي بي دي ال شرح وامتحانات. في بعض الشروط التعسفيه اللي موجوده في الاي بي دي ال انا بحاول ان انا اوفرها لكم باتفاق مع اكاديميه منطقه الضرير. يعني انا مش هقدر اقولها لكم دلوقتي، حاضر، مش هقدر اقول لكم دلوقتي الطريقه الا بعدين. يعني انا لسه في حاله ان انا ببحث لكم والله فيها، بحيث ان هي تكون باقل التكاليف، تكون باقل التكاليف، يعني تدفع رسوم الامتحان فقط لا غير والكتاب. الشهاده زي ما انا قلت المره اللي فاتت، بتحصل على ثلاث اعتمادات. اولا بيكون ليك سيريال نمبر، ثانيا يعتمد من معهد التنميه الاداريه الموجود في امريكا ومن جامعه ميزوري، بالاضافه الى اعتماد مؤسسه الاي بي ال. على فكره الكتاب اللي بصوره اوضح مساحته حوالي 26 ميجا، فعشان كده ما عرفش يترفع، بس هي دي المشكله بالنسبه للكتاب. بالنسبه للناس اللي بتسال على الكتاب وان هو الصوره الاوضح، دي الصوره دي مساحتها حوالي 3 ميجا. النسخه القويه اللي موجوده عندي مساحتها 26 ميجا ومش عارفه تترفع، والله انا مش عارف احملها على الايميل، دي المشكله. وان شاء الله انا هحاول بقدر الامكان احملها على الايميل واجيبها لكم. حاضر، مفيش فيها مشاكل استاذه منى. صلاحيه الشهاده، الشهاده معاك بصفه مستمره، عندك ثلاث صلاحيه الشهاده يا جماعه. الناس اللي بتسال على صلاحيه الشهاده عندك ثلاث مستويات. المستوى الاولاني لحضرتك اللي احنا بنشرحه، في حالة إن حضرتك تدخل المستوى الثاني لازم تكون حضرتك مدير في أي بالنسبة للمستوى الثاني يا جماعة، ماشي. أنا عارف المشكلة في الصوت من عندنا، بصوا يا جماعة المشكلة في الصوت من عندنا، عشان كده بعتذر والله غصب عني. أيا كان أنت حضرتك لازم تكون شهادة الأكاديمية دي لازم تاخدها حضرتك، عشان دي ناخدها يعني إن شاء الله بعد توفير الامتحانات الدولية هاخد من حضرتك الشهاده. بالنسبه للامتحانات الدوليه لما حضرتك تدخل انا هاخد من حضرتك الشهاده. حضرتك مدير فندق المستوى الثاني لازم تحصل على المستوى الاولاني، وفي حاله حصولك على المستوى الاولاني بتدخل على المستوى الثاني على طول. طيب هو انا مش هقدر ان انا ادخل، انا عايز ان انا ادخلكم الامتحان باقل التكاليف. انا بحاول ان انا ادخلكم الامتحان باقل التكاليف. حاضر استاذ صبر، باقل التكاليف. فانا عشان اتاكد ان حضرتك موجود معايا على الاكاديميه وحضرت، فحضرتك بتستلم شهاده تدريب. شهاده التدريب دي انا باخد منها نسخه، انا باخد من ثابت نسخه من شهاده الدارين، ان انا اقدر ان انا اقول لك روح المكان الفلاني امتحن فيه واحصل على الكتاب كمان.
هتدفع رسوم رسوم الامتحان وتحصل على الكتاب كمان. لما تنزل مصر ان شاء الله. طب استاذ سامر حضرتك كنت بتسالي سؤال ايه؟ انا نسيته. كيف اسئله الامتحان؟ اسئله الامتحان 60 سؤال في ساعه. المستوى الثاني نزل مصر. المستوى الثاني موجود بالفعل في مصر. هشوف لك في فرع له في دبي ولا لا؟ هشوف لك. حاضر حاضر، هشوف لكم في كل الفروع اللي موجوده في الدول العربيه هشوفها لكم. بالنسبه للمستوى الثالث فهو ما نزلش مصر حاليا، بس ان شاء الله المحتمل انه ينزل اخر السنه دي. رسوم الامتحان تقريبا والله هي متفاوته ما بين المراكز. حاضر من عينيا، متفاوته ما بين المراكز. في مراكز ان هي بتعمل الكتاب الاصلي والشرح والامتحانات 2000 جنيه، وفي مراكز 1500، في مراكز 1600. بالنسبه لرسوم الامتحان في مراكز بتعملها 750 ودي ثابته. 750 جنيه. رسوم الامتحان ودي بتبقى احيانا ثابته. فبالنسبه للاسعار دي متفاوته على حسب المركز اللي تكون موجود فيه، وانا بتكلم 750 جنيه مصري. لا لازم تروح حضرتك يا استاذ محمد اي مكان معتمد اختبار اي بي دي ال. بالدولار لا ما اعرفش. اصلا في مراكز امتحان على طول من غير شرح تمام، بس هو في عندك شروط في الاي بي دي ال. في بعض الشروط التعسفيه في الاي بي دي ال. لا ما تقلقش، موجوده في جامعه ميزوري او في معهد التنميه الاداريه موجود في امريكا. هتلاقيها موجوده ان شاء الله في امريكا. تقريبا. تعسفيه انا لا مش شروط تعسفيه ولا حاجه يعني بالمفهوم اللي حضرتك بتقوله، بس انا مش قادر ان انا اقوله دلوقتي، ممكن اقول لكم على الجروب. معتذر يعني معتذر. انه عشان تدخل الامتحان لازم يكون معاك الكتاب وفي نفس الوقت الشرح. انا بحاول ان انا اوفر لكم الشرح وفي نفس الوقت ان حضرتك تدخلوا على الامتحان على طول تدفع فلوس الامتحان بس. لا نيو رايزون مش هتلاقيه موجود فيه. الامتحان مدته ساعه 60 سؤال، وبدي لحضراتكم لينك الاختياري كلها صح وغلط كلها. لا مش صح وغلط، في اختياري وفي صح وغلط. هجيب لكم كل الفروع اللي موجوده على مستوى الوطن العربي. حاضر. الامتحان مدته ساعه 60 سؤال. هدي لحضرتك لينك كانك قاعد بتمتحن. وفي نماذج كده كده هديها لك. ميزوري شكلها بعيد؟ طيب شكلها بعيد، يعني امريكا وبعيده. امريكا المواصلات السهله الجميله وتقول لحضرتك بعيده، ازاي مش عارف. لا الامتحان سهل يا جماعه، ما تقلقوش عليه ما تقلقوش عليه. يا ريت تكون في ولايه قريبه. طيب حاضر ان شاء الله هجيبها لك في ولايه قريبه ان شاء الله، بس قول يا رب. طيب بالنسبه للامتحان والنماذج، هيكون في نماذج امتحان في اخر كل شابتر هيكون موجود. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد نهايه او بمعنى اصح يعني بعد الشابتر رقم 6 انا بدي لحضرتك لينك. انا بدي لحضرتك لينك، اللينك ده بتدخل عليه وفي لينك بالعربي وفي لينك بالانجليزي. تقدر ان حضرتك تقعد ساعه بتمتحن عادي جدا كانك بتمتحن في الاي بي دي ال. وانا هدربكم عليها، يعني هكون انا فاتح ان شاء الله الموقع واعرفكم ازاي ان حضراتكم تتدربوا عليها. الامتحان مش صعب، الامتحان سهل جدا يا جماعه على فكره. ان شاء الله يوم الخميس. ان شاء الله يوم الخميس، ان شاء الله. مبدئيا يا جماعه مبدئيا انا بعتذر عن الصوت في نفس الوقت. وانت هنا كل الكورسات؟ لا 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 مش انا، لا يا جماعه انا بدي بتخصصي، وعلى فكره الشطر اللي ده مش تخصصي، بس المحاضر اللي كان موجود اعتذر وانا مكانه. ان شاء الله هظبطه ان شاء الله، بس دعواتكم يعني دعواتكم ان شاء الله دعواتكم بس. هو انا الشابتر الاولاني ده على فكره مش تخصصي، انا بذاكره يعني اتمنى تكون المعلومه وصلت غصب عني والله. الشابتر ده مش تخصصي قد كده. ان شاء الله الشابتر الثاني اللي انا هشرحها لكم هتكون موجود فيها ان شاء الله، وهتكونوا مستمتعين فيها اكتر، لان هتلاقوا فيها سوفت سكيلز يعني مثلا زي الليدر وزي المدير والقائد وزي اداره الموارد البشريه وكيفيه اتخاذ القرار، ودي من اهم الشابترز اللي انا بحبها جدا واتمنى ان حضراتكم تكونوا مستوعبين معايا فيها. يعني دي احدى دورات السوفت سكيلز، دي احدى دورات السوفت سكيلز حضرتك اللي موجوده في منهج الاي بي دي ال. يعني حضرتك مش بس بتحصل على اداره، لا انت حضرتك بتحصل كمان على سوفت سكيلز. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمحاضرين، دكتور ابراهيم ان شاء الله هتلاقي دكتور ابراهيم عبد المنعم ده في المحاسبه، وهتلاقي دكتور مصطفى رضوان ان شاء الله في الاقتصاد،
وبالنسبه للانفورميشن تكنولوجي هو في مشاكل في المدربين معايا، بس ان شاء الله كل في وقت كل شابتر هتلاقي المحاضر بتاعه ان شاء الله والتخصص بتاعه ان شاء الله هيكون موجود. حاضر يا استاذ هنا، بس في الاخر من فضلك استاذ هنا، في الاخر من فضلك. اي اسئله تاني؟ هسيبكم من اي محاضره، هسيبكم من اول محاضره، هسيبكم من اول محاضره خالص ولا كانها كانت، يعني المحاضره اللي كانت بينا بينا تعارف سيبكم دي خالص. في اي اسئله تاني؟ اللي مش مركز معايا يضغط رقم 2، اللي مش مركز معايا يضغط رقم 2، والمركز يضغط معايا رقم 1. طيب كلام جميل جدا. طيب بالله عليكم خليكم معايا عشان هم 10 دقائق فقط لا غير هنقول فيهم الخلاصه بتاعه المشكله بتاع البارتنرشيب شركات الاشخاص. دي مشكله كبيره جدا عايزين نرتاح منها ونخلص منها. اوكي نمسح دي الاول. بارتنرشيب شركات الاشخاص، شركات الاشخاص. ثواني يا جماعه بندخل لكم بس استعد ليها عشان انا نسيت احمل لكم الملف بتاعها. طيب تمام ركزوا معايا بقى يا جماعه، ركزوا معايا. على فكره دي اصعب محاضره عشان اجيب لكم من الاخر، دي اصعب محاضره هتشوفوها، يعني بقيه المحاضرات هتكون سهله جدا ان شاء الله. شركات الاشخاص عندنا ثلاث انواع من شركات الاشخاص. جنرال بارتنرشيب شركات التضامن، ليميتد بارتنرشيب شركات التوصيه البسيطه، ماستر ليميتد بارتنرشيبس دي حاجه اسمها شركه رئيسيه بسيطه. طب ركزوا معايا، سيبنا ميعاد المحاضره دلوقتي، سيبنا ميعاد المحاضره دلوقتي، ركزوا معايا عشان انا مش عايز اقل، مش عايز ازيد عن 10 دقائق. تمام يا جماعه، ويا ريت تكونوا متركزين وبتكتبوا معايا ماشي. البارتنرشيبس شركات الاشخاص، شركات الاشخاص ثلاث حاجات، حاجه اسمها جنرال بارتنرشيب، شركه اسمها ليميتد بارتنرشيبس، شركات اسمها ماستر ليميتد بارتنرشيبس. اخر شركه دي هي شركه امريكيه، الكتاب امريكي يا جماعه وبيتكلم على القانون الامريكي، بيتكلم على الشركات الامريكيه، ما بيتكلمش على الشركات المصريه او العربيه. اوكي اول حاجه شركات التضامن، شركات التضامن دي او الشريك المتضامن عموما ده ربنا يكون في، ربنا يكون معاه وربنا يكون في عونه. لو الشركه خسرت بنبيع له هدومه وكل ما يملك. شريك التضامن، شريك التضامن بتوصل لدرجه ان هو يبيع املاكه الشخصيه بالكامل من اجل تسديد الديون الشركه اللي فيها، وهنعرف ليه دلوقتي. مش هتكلم عن كده في اكتر في الجنرال بارتنرشيبس. استاذ احمد شكرا جدا، عليه كامل المسؤوليه كباقي الشركاء المتضامنين. حضرتك بتصل ان هو يبيع املاكه الشخصيه بالكامل، جنرال بارتنرشيبس. اوكي سيبنا بقى من جنرال بارتنرشيبس دي ونرجع ونروح على بند رقم 2 ليميتد بارتنرشيبس. بند رقم 2 ليميتد بارتنرشيبس. لا انا مش عايز تعليق، مش عايز تعليق من فضلكم يا جماعه، مش عايز تعليق ماشي. كل اللي حضراتكم تقولوه انا هفصله وهوضحه ماشي، بس انا عايزكم تركزوا معايا. ليميتد بارتنرشيبس، ليميتد بارتنرشيبس شركات التوصيه البسيطه، شركات التوصيه البسيطه. انا مش هقول معنى شركه التوصيه البسيطه اللي هي ليميتد بارتنرشيبس دلوقتي، بس مجمل تعريفها، بس مجمل تعريفها ان لازم يكون فيها شريك متضامن ولازم يكون فيها شريك شركه التوصيه البسيطه، لازم يكون فيها شريك متضامن، لازم يكون فيها شريك متضامن فيها شركات التوصيه البسيطه. انا عارف ان الصوت بيقطع، انا معاكم، انا معاكم. شركات التوصيه البسيطه لازم يكون فيها على الاقل واحد شريك متضامن وكمان واحد شريك موصي، ده لازم، سواء كان بقى العدد 10 العدد 200 العدد 1000 مش فارقه خالص. اهم حاجه ان انا لازم يكون عندي واحد متضامن وواحد موصي. في اي اسئله لحد دلوقتي؟ يبقى احنا عرفنا الليميتد بارتنر شيبس اللي هو بند رقم 2 ان لازم يكون عندي شريك متضامن واحد على الاقل وشريك موصي على الاقل. طيب نرجع تاني نعرف بقى الجنرال بارتنر شيب. الجنرال بارتنر اللي هو الشريك المتضامن،
الشريك المتضامن. نكتب هنا من فضلكم بس ثواني، انا معاكم يا جماعه بس ثواني من فضلكم بس عشان انا نسيت احمل الملف ده. طيب شريك المتضامن مسؤوليه محدوده ولا غير محدوده؟ انا قلت من شويه الشريك المتضامن او شركات التضامن عموما بتصل لدرجه ان في حاله وجود خساره في الشركه ان هو يبيع من ممتلكاته الاصليه، من ممتلكاته الشخصيه. تمام يا جماعه؟ يبقى مسؤوليته انليمتد، مسؤوليه غير محدوده. طيب المقابل، المقابل ما هو انا مسؤوليتي غير محدوده، انا مسؤوليتي غير محدوده دلوقتي معايا يا جماعه؟ ايه المقابل؟ ان انت تخليني مسؤوليتي غير محدوده، وانك لو حصل ديون للشركه ان حضرتك ترجع على الاموال الشخصيه وممتلكات الشخصيه، سواء كان سيارات، عمارات، شقق، ايجارات، حتى لو كنت شريك في شركه ثانيه بتروح ترجع عليها. ايه المقابل؟ انك يكون ليك دور في الشركه، اكتف اند مانجنج، انت ليك دور في الشركه. دور في الشركه يعني انت في الاداره، تقدر ان انت تدخل مجلس الاداره ايا كان، ليك دور فعال في اداره الشركه، ليك دور فعال في اداره الشركه. ما هو مش ممكن هترجع عليا بالاموال دي كلها وفي الاخر ما الاقيش مقابل، فالمقابل بتاعك ان حضرتك بتكون ليك دور فعال في اداره الشركه. يبقى الجنرال بارتنر الشريك المتضامن له حاجتين، اولا مسؤوليته مسؤوليه غير محدوده، ثانيا بيكون له دور فعال في اداره الشركه. اداره الشركه يبقى حاجه مش محصوره، مش على سبيل الحصر، لا، لان اداره الشركه بالكامل. طيب احنا كده خلصنا الجنرال بارتنر شيب، كده خلصنا الجنرال بارتنر شيب. نرجع للكتاب، نرجع للكتاب. ايه اللي وصلنا للصفحه دي؟ الجنرال بارتنر شيب، شركات اللي هي المربع الثاني اللي في الاصفر، جنرال بارتنر شيب، شركه التضامن. دي شركه يشارك فيها كافه الشركاء في اداره الشركه ويتحملوا مسؤوليه اي ديون في الشركه بالكامل. انا عارف ان الفايل مش واضح، بس انا وعد مني ان شاء الله انا ارفع لكم الملف الاعلى اللي جودته اعلى ان شاء الله. طيب تمام، خلاص عرفنا الجنرال بارتنر شيب. طيب الشريك المتضامن ده، الشريك المتضامن اللي هو البارتنر شيب ده الشريك، دي شركه تضامن، جنرال بارتنر شيب شركه تضامن، انما الاولانيه دي البارتنر شيب دي شريك متضامن، يتحمل مالك، يتحمل مالك في الشركه، يتحمل مسؤوليه غير محدوده وله دور فعال في اداره الشركه. مفيش اكثر من كده. كده خلصنا شركه التضامن. كده خلصنا شركه التضامن. لا احنا هنا اسف، اسف يا جماعه. نرجع تاني، خلصنا من شركه التضامن، نرجع تاني للليمتد بارتنر شيبس. حاضر حاضر، ماشي ماشي، انا عارف ان الصوت بيقطع يا جماعه ما تقلقوش، انا عارف الصوت بيقطع. نرجع للليمتد بارتنر شيبس. نرجع للليمتد بارتنر شيبس. قلنا الليمتد بارتنر شيبس عشان ان انا اعمل شركه توصيه بسيطه لازم يكون عندي اثنين، واحد شريك متضامن، اثنين شريك موصي. مع العلم الشريك المتضامن هيكون له دور فعال في اداره الشركه، دي حاجه. الحاجه الثانيه هيكون متضامن معايا في امواله الشخصيه وممتلكاته اللي موجوده، الممتلكات اللي موجوده طول اللي موجود التي يملكها، سواء كان عربيات، فيلل، عقارات، ايا كان، حتى المنقولات. تمام يا جماعه؟ انور سؤالك من فضلك. طيب بالنسبه الليمتد بارتنر، الشريك الثاني ليمتد بارتنرز، ليمتد بارتنرز اللي هو الشريك الموصي او شركه التوصيه البسيطه، شركه التوصيه البسيطه. نرجع تاني للكتاب، هذا الكتاب بتاعنا ليمتد بارتنر شيب، شركة التوصية البسيطة. دي فيها زي ما أنا قلت شريك متضامن وشريك موصي على الأقل. وعرفنا يعني إيه شريك متضامن، جنرال بارتنر. عرفنا يعني إيه جنرال بارتنر. طيب لا، سيبنا من الليمتد بارتنر دلوقتي. الشريك الموصي أنا عايزين شركة التوصية البسيطة. هو مش جايب لها تعريف؟ لا جايب لها تعريف اهو. ليمتد بارتنر شيب شريك فيها شريك واحد متضامن او اكثر، او شريك موصي او اكثر. الشريك الموصي ليمتد بارتنر ده الشريك، ليمتد بارتنر ده الشريك الموصي. الشريك الموصي ده خلصته يا جماعه،
انا سهلت الصوت برضه، انا عارف المشكله عندي في الصوت. طيب الصوت ان شاء الله هيتحل يعني ان شاء الله. الشريك الموصي، حاضر حاضر يا جماعه، الشريك الموصي ده بيستثمر نقوده فقط لا غير، وليس له حق في اداره الشركه، وليس له ولا يتحمل مسؤوليه عن الخساره اكثر من المبلغ اللي استثمره. انا دفعت 10,000 جنيه، ده مبلغ مساهمتي في الشركه، لو الشركه خسرت هتاخد من ال 10,000 جنيه. خلص ال 10,000 جنيه خلاص، انت ما عليكش اي مسؤوليه، مش هنرجع ليك على اموالك الشخصيه وممتلكاتك. بس ده الليمتد بارتنر. مسؤوليته بقى الليمتد بارتنر ده مسؤوليه ليمتد ولا انليمتد؟ سؤال. الليمتد بارتنر الشريك الموصي، الشريك الموصي، الشريك الموصي ليمتد ولا انليمتد؟ لا احنا كده بنشرح كتاب انجليزي، يا ريت الاجابه تكون انجليزي عشان تتعود على الاجابه في الاسئله. تمام، ليمتد، تمام، محدوده. طيب الجنرال، الجنرال ولا يهمك ولا يهمك، كلنا بنتعلم ولا يهمكم. الجنرال ليمتد ولا انليمتد؟ كلام جميل. يبقى احنا كده عرفنا دلوقتي شركات التضامن، شركات التوصيل بسيطه. في اي اسئله؟ طيب تمام، نرجع تاني للمصدر ليميتد بارتنر شيبس. مصدر ليميتد بارتنر شيبس، شركه رئيسيه، يس، جنرال انليميتد، جنرال انليميتد عموما. بص اي جنرال انليميتد، مسؤوليه غير محدوده. طيب بالنسبه للمصدر ليميتد بارتنر شيب اللي هي الشركه الرئيسيه بسيطه، وخدوا بالكم دي مش موجوده في مصر. تمام؟ دي نفس شركه المساهمه. نفس شركة المساهمة. مش هقول فيها أكتر من كده. هنعرف يعني إيه شركات المساهمة، وبعدين نعرف المصدر ليميتد بارتنر شيبس. ماشي يا جماعة؟ مش عارف بصراحة، مش عارف توصية بالأسهم دي هل هي المصدر، بس أنا أسألك فيها. حاضر. الإنجليزي عنها. حاضر. أدي المصدر ليميتد بارتنر شيبس. دي تشبه الاستاذ فايتر، انا كنت اتمنى ان يكون اسم حضرتك اللي مكتوب يعني. وضح لنا ان شركه التوصيه، الشركه الرئيسيه البسيطه، هي شركه ايه؟ توصيه بالاسهم. طيب تمام يا جماعه؟ تمام؟ ادي الماستر ليميتد بارتنر شيب، هي تشبه لحد كبير من شركات المساهمه. وهي تتعامل، طيب معلش يا جماعه، انا عارف ان الصوت بيقطع، عارف ان الصوت بيقطع، عشان بس نخلص من الموضوع ده. مصدر ليميتد بارتنر شيب بتعامل نفس زي شركات المساهمه، وبالنسبه للضرايب بتاعتها زي شركات الاشخاص البارتنر شيب. تمام يا جماعه؟ وهي بتتجنب ضريبه الشركات، احنا بنتكلم على معامله الضرايب بتاعتها دي، بتتجنب ضريبه الكوربريشن انكم تاكس. هي دي بس معلومات عنها، وغالبا ما بتجيش في الامتحان، اوكي؟ هي بتتعامل شركات اللي هي موجوده، تعرف ان هي لايك بارتنر شيب فقط لا غير، ان هي تعامل ضريبيا زي شركات الاشخاص مش اكتر. في اي اسئله؟ انا كده دلوقتي خلصت عشان الصوت ما يقطعش، عشان الصوت ما يقطعش. في اي اسئله في حدود الجنرال بارتنر شيب والليمتد بارتنر شيبس فقط لا غير؟ فقط لا غير. عايز اي انسر؟ طيب محمد، اهلا استاذ فايتر، استاذ محمد، اهلا بك يا استاذ محمد. طيب انا بكرر سؤالي تاني، في اي اسئله بالنسبه لليميتد بارتنر شيبس وبالنسبه للجنرال بارتنر شيبس؟ طيب تمام. السول بروبريتر شيبس ليميتد ولا ان ليميتد؟ سؤال. سول بروبريتر شيبس، بروبريتر شيبس ليميتد ولا ان ليميتد؟ طب اللي سامعني يضغط رقم واحد، انا مش شايف طيب معلش يا جماعه، انا ما شفتش الاجابات، انا ما شفتش الاجابات، معلش يا جماعه تاني الاجابات تاني معلش. السول بروبريتور شيبس انليمتد ولا ليميتد؟ اللايبيليتي الخاصه بالسول ليميتد ولا انليمتد؟ تمام، انليمتد، جميل. طب الجنرال بارتنر شيبس او الجنرال بارتنر الشريك المتضامن ليميتد ولا انليمتد؟ كلام جميل. طيب الشريك الموصي ليميتد بارتنر ليميتد ولا انليميتد؟ الشريك الموصي. هنقف لحد هنا، هنقف لحد هنا، هنقف لحد هنا سريعا بالنسبه نعرف الاسئله هتيجي ازاي. بالنسبه للاول خالص، الحاجات المهمه اللي موجوده عندك،
الاستاذ محمد المسمى فايتر. شركه التوصيه بالاسهم هي الشركه التي تتكون من فئتين من الشركاء، احداهما فئه الشركاء المتضامنين المسؤولين بالتضامن في جميع الاموال عن الالتزامات. طب استنى بس لما اكمل القرايه، يعني وصلنا لحد فين؟ اه نت حصل له ايه؟ طيب استاذ محمد بعد اذنك، يا ريت تجيب لنا معلومات كامله عن شركه الماستر ليميتد بارتنر شيبس، وان شاء الله المره اللي جايه هسيب حضرتك المايك تتكلم وتشرحها لنا. ماشي؟ طيب بص يا جماعه، اي انفورميشن عن الشركات دي، دي كتب لوحدها، فاحنا بس احنا خدنا في منهج الاي بي دي ال بعض المعلومات عنها فقط لا غير، ان احنا لما تيجي في الامتحان فقط بس. استاذ فايتر، الاستاذ محمد ان شاء الله هيكون موجود معانا المره اللي جايه ويوضح لنا الماستر ليميتد بارتنر شيبس دي هي عباره عن ايه. انا خلصت والله يا استاذ مصعب، اذا كان لديك معلومه فمفيش مانع ان حضرتك تشرحها، يعني هجيب لحضرتك المثل بتاعها يعني. طيب بالنسبه لموضوع المذاكره، ان احنا نركز في المذاكره فيها السيلف دايركت السيلف ناتشرنج الهايلاي انرجيتك الاكشن اورينتد، دي لازم تعرفوها كويس جدا، دي لازم تعرفوها كويس يا شباب. طبعا الفرص اللي موجوده، ازاي ان انا اواجه نفسي في المخاطر، انا ازاي ان احنا نواجه نفسنا في المخاطر، دي طبعا مهمه لازم حضراتكم تشوفوها كويس جدا. نتكلم على اساس احنا شرحناها واظن فيها وقت كافي ليها. في اي اسئله يا جماعه بعد اذنكم؟ في اي اسئله؟ وبالنسبه يا جماعه على اساس ان انقطاع الصوت ده، ان شاء الله انا هتفق مع الدعم الفني والاكاديميه ان المحاضره دي هعيدها يوم السبت. المحاضره دي ان شاء الله انا هعيدها يوم السبت بالكامل، يوم الخميس المحاضره اللي جايه هنكمل بقيه الفصل يوم الخميس. المحاضره ان شاء الله يوم الخميس، المحاضره ان شاء الله الساعه 9 مساء يوم الخميس. بس انا كنت يعني عشان الصوت وعشان انا فعلا بدات ان انا اسرع في الشرح، بدات ان انا اسرع في الشرح وانا بعتذر لذلك، معلش انا اسف. فان شاء الله انا هحاول يوم السبت ان انا احاول ان انا اعيدها ان شاء الله، بس باتفاق مع الدعم مع الاكاديميه والدعم الفني، نحاولوا يوفروا لنا ميعاد في اي وقت، يوفروا لنا ميعاد في اي وقت، انا يعني عشان ما فيش حد ياخد موقف مني. اي في الميعاد في اي وقت حضراتكم هيكون متوفر ان شاء الله، ان شاء الله، وهتكون معدة باستفاضه ان شاء الله. في اي اسئله؟ ما هو موجود، موجود الجروب، الدعم الفني هينزل لحضرتك اللينك له دلوقتي حالا. الدعم الفني ممكن يجي على السؤال ده. في تيست يا جماعه، بالمناسبه في تيست، بحاول بقدر الامكان انكم تدخلوا الامتحان بعد اخر محاضره تدخلوها مباشره. بعد اخر محاضره ان شاء الله ندخل تدخلوا الامتحان مباشره بدون تعب وبدون اي مجهود في المذاكره. اي اسئله ان شاء الله حضراتكم تكتبوها على الرابط على الجروب، على الجروب ان شاء الله، وانا هاجيب لكم عليها، هاجب عليها بالكامل ان شاء الله. انا اجبت على كل الاسئله المره اللي فاتت. استاذه سمر، دعم فني هينزل لك ان شاء الله، هينزل لكم كلكم يا جماعه ايميل حضرتك. حاضر كده الامور واضحه بالنسبه لكم؟ ده الايميل بتاعي يا جماعه لو حط فيه عايز اي اسئله، وموجود برضو دلوقتي على الشاشه. في اي اسئله؟ بالنسبه للناس اللي بتسال على الفرق ما بين البي ام بي والاي بي دي ال، انا اجبت عليها، انا اجبت على الاسئله دي على فكره. البي ام بي حاجه والاي بي دي ال حاجه تانية خالص. الاي بي دي ال تعتبر ام بي اي، ماجستير في اداره الاعمال. تاني، البي ام بي دي حاجه خالص في اداره المشروعات، واتمنى ان كلكم تحصلوا عليها. اما الاي بي دي ال دي تعتبر ام بي اي وليس ميني ام بي اي. ازاي ده؟ هاكد لكم من المعلومه دي، لان حضرتك لما تحصل على المستوى الثالث كده يعتبر معاك ماجستير في اداره الاعمال من جامعه ميزوري. هرفعها ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله يا استاذ محمد، استاذ حضرتك استاذ محمد. في اي اسئله يا جماعه؟ منهج الاي بي دي ال يا جماعه ده نفس المنهج، على فكره دي فكره مصريه. الاي بي دي ال فكره مصريه. المحاضرات ناخد بس المستوى الاول. طب انا بعتك السي في بالمره ده، يعني فكره مصريه واللي خدتها جامعه ميزوري بامريكا. لا المشكله ان انا بذاكر حاليا في المستوى الثاني، هو ما بحضرش له الكورسات بتاعته، انا حاليا بذاكر في المستوى الثاني يعني، لاني بصراحه ما فيش تايم بالنسبه لي ان انا ادخل الامتحان ايام.
حضراتكم اي اسئله في اي دوره ايا كانت متعلقه بالمانجمنت عموما انا تحت امركم، اي اسئله ايا كانت في اي دوره من المانجمنت عموما، اي حد عايز بوزيشن وظيفي اعلى في المانجمنت عموما انا مستعد البي له كل الاسئله اللي هو عايزها، كل ما يتطلب له بخصوص الشهاده الدوليه ومراكز الاختبار والكتاب يا ريت معلومات تفصيليه. حاضر. السي ام اي دي محاسبه. حضرتك جميل جدا يا استاذ محمد لما يكون اي حد، يا جماعه بص يا جماعه اي حد جميل جدا جدا ان هو يحصل على الدوره دي، لان دي بوزيشن وظيفي اعلى بتترقى وممكن تدخل كمان مكتب اداره الموارد البشريه. طب قول يا رب، قول يا رب. وعلى فكره تساعدك جدا في الحصول على وظيفه، الموضوع مش في الشهاده، الموضوع في المعلومات اللي حضرتك خدتيها وخصوصا في السوفت سكيلز اللي موجود في الاي بي ال، خصوصا السوفت سكيلز. اي مكان في العالم والشهاده حضرتك بتكون في الانجليزي، سواء الامتحان بتاعك عربي او امتحان انجليزي او امتحانك باي لغه ثانيه، الشهاده حضرتك بتاخدها بالانجليزي. اه في امتحان عربي. الكورسات دي موجوده في أي، يعني هجيب لكم حضراتكم الاسامي بتاعتها ان شاء الله. هجيب لكم الاسامي بتاعتها ان شاء الله. لا مش شرط يكون معاك التوفل، لان انا معيش التوفل على فكره وانا ضعيف في اللغه، والحمد لله انا دخلت الامتحان ونجحت. النجاح فيه يا جماعه من 72% او 70% على ما اتذكر يعني. ايه الفرق ما بين الام بي اي والاي بي ال؟ مفيش فرق على فكره يعني. لا ما بيتكتبش في الشهاده النسبه، بيتكتب في الشهاده ان حضرتك نجحت. لا انا خدت الامتحان انجليزي، خدت امتحان انجليزي وده كان لازم ادخل انجليزي واصابت ان ادخل انجليزي عشان انا ضعيف في اللغه. لا ما بيتكتبش بالنسبه، حضرتك بيجيب نت باس فقط لا غير. بالنسبه للشهاده هوريكم الشهاده بتاعتي مفيش فيها مشاكل، الشهاده بتاعتي هوريها لكم مفيش فيها مشاكل. مركز الحساب العلمي جامعه المنصوره. لا انجليزي طبعا، انجليزي طبعا. يا جماعه من فضلكم لو حضرتك ما تعرفش انجليزي خد الدوره دي بالانجليزي، لان الدوره دي اللي هتتعلمك حاجتين، هتتعلمك ازاي انك ماشي. الدوره دي ان شاء الله حاضر هجيب لك على سؤال ام بي ام بي اي والاي بي دي ال. الدوره دي يا جماعه اي دوره حضرتك لما تاخدها بالانجلش دي بتقوي مستواك في اللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت انت بتتحدى نفسك عشان تتعلم اللغه. لازم يا جماعه ان يكون عن اساسي اي شيء في اي وظيفه حتى لو خدت الدورات الدنيا دي كلها ان يكون معاك لغه. وعلى فكره في بعض الاكسبريشن جميله جدا تساعدك في اللغه. حضرتك مش الشهاده، ابعد عن الشهاده بتاتا، ابعد عن الشهاده. هتعمل ايه بالشهاده؟ وهتعمل ايه باللي انت خدته؟ فقط لو ايه؟ انا بحاول ان انا اوصل لحضرتك ازاي ان انت تستفاد من الدوره اكتر من الشهاده. الموضوع مش في الانجليزي على فكره، والموضوع مش في العربي، والموضوع مش في هذا، الموضوع في الانسان. في عقله فقط لا غير. سبق بالنسبه للمهندسين، بالنسبه للمهندسين البي ام بي ده تخصص، الاي بي دي ال ده جنرال. اه مين اللي قال لك مركز الشهاده في قطر؟ في امتحانات في قطر على فكره يعني. الاكسبريشن جميله جدا ان حضرتك تاخدها من الدوره دي، وخد بالكم انا مش الشابتر 1 في حاجات كتير انا ما عملتهاش سكانر، في حاجات كتير انا ما عملتهاش سكانر، بس انا اديت لكم الحاجات المهمه. المهمه يعني المهم اللي هتفيدكم مش شرط في الامتحان او اي حاجه. فين في مصر في عندك مراكز كتير في اي اسال في الجامعات، يعني في جامعه المنصوره، مركز الحساب العلمي جامعه المنصوره موجود فيه، وفي يا جماعه انا هجيب لكم كل المناطق كل الاماكن اللي بيكون فيها الاي بي دي ان شاء الله. جامعه القاهره عين شمس. على ما افتكر يعني ان شاء الله، على ما افتكر. الام بي اي هي تعادل شهاده الام بي اي. تعادل شهاده الام بي اي. طيب شوفوا يا جماعه. شوفوا يا جماعه. انا هجيب لكم المحتويات اللي موجوده على المستوى الاولاني والمستوى الثاني والمستوى الثالث هتكون عن جروب. اي اسئله ثانيه؟ وهتعرفوا ان هي فعلا ام بي اي. وليس ميني ام بي اي. تعادلها وتساويها. يا استاذ احمد. البي ام بي ده تخصص. البي ام بي بالنسبه تخصص، وعلى فكره يا جماعه انا خدت بي ام بي. سوري انا اسف، انا درست بي ام بي وكنت سعيد جدا ان انا بدرسها، سعيد جدا، وان شاء الله انا احاول ادخل الامتحان فيها ان شاء الله. لكن اتمنى ان كلكم تحصلوا على دوره البي ام بي، اتمنى. دوره في دورات متخصصه يا جماعه، السي دي اي والسي ام اي دي دورات متخصصه، في دورات جنرال زي الاي بي دي ال، الام بي اي، الميني ام بي اي، حضرتك لاي شخص لاي خريج في اي تخصص. هو بسم الله ما شاء الله الصوت حلو قوي يعني، وساعه الشرح طعميه. بتاخد ميني ام بي اي، هو حضرتك مفيش شهاده معتمده للميني ام بي اي. مفيش شهاده معتمده للميني ام بي اي، لو في شهاده معتمده للبي ام اي ده كويس. انما الاي بي دي ال احسن من الميني ام بي اي. لا يا جماعه في محاضرات موجوده على اكاديميه ملتقى الدارين في البي ام بي جميله جدا حضراتكم، انا استفدت بيها جدا، فممكن تحصلوا عليها. الميني ام بي اي، الميني ام بي اي لها شهاده معتمده؟ سؤال.
الميني ام بي اي لها شهاده معتمده. وعلى فكره في ثلاث جهات معتمده للام بي اي هنا في مصر. هنا في مصر في ثلاث جهات معتمده للام بي اي على حد علمي، على حد علمي. لو في اي معلومه يا ريت توضح لي اكتر، انا هستفاد منك اكتر من حضرتك من انا هدي. بس هي مكلفه جدا. في بعض الشركات التدريب، في بعض الشركات التدريب بتعمل الدورات دي بسعر كويس جدا. الام بي اي بتعملها بسعر كويس جدا وباعتمادات دوليه، وباعتمادات دوليه. الام بي اي يا جماعه، الام بي اي من الاشهر الاماكن اللي بتشرح ام بي اي، من اشهر اماكن ام بي اي الاكاديميه العربيه للنقل البحري. ويا ريت لو في معلومه اكتر من حضراتكم تفيدوني بيها. لا يا غاليه، عشان كده طلعت الاي بي دي ال، عشان كده طلعت الاي بي دي ال 40,000 جنيه. طب والله كويس، رخيصه. طيب بالنسبه يا جماعه من فضلكم بقى، عشان ناخد في المهم دلوقتي، اليوم دلوقتي عشان احنا طولنا، عشان احنا طولنا. انا كنت عايز اقول ايه يا جماعه، اللي هيحصل على ماجستير في اداره الاعمال الام بي اي لازم يكون اصلا مدير في شركه. ما ينفعش انك كده اصلا بتدور على شغل، او بتدور على شغل، او ان حضرتك انك في مثلا في وظيفه في شركه انك تاخد ام بي اي، لازم تكون بمرتبه مدير. وكمان الشركه هي اللي تدعمك انك تاخد الشهاده دي، الدوره دي، وتوفر لك كل الامكانيات. حضراتكم بتسالوا دلوقتي ان حضراتكم بتسالوا من الام بي اي، لا ابعدوا عن الام بي بي خالص. الناس اللي بتاخدها بتاخدها فوق ال 28 سنه، ويمكن يكاد يكون فوق ال 30 وال 35 سنه كمان. الاي بي دي ال المستوى الاولاني دي لكل الفئات، لذلك هي تدرجات وظيفيه عشان ما تاخدش حاجه من مش هتستفاد بيها. ما ينفعش ان حضرتك تاخد حاجه مش هتستفاد بيها ايا كان في اسلوب ان حضرتك بتترقى لمرتبه مدير تحصل على الدوره دي. مهندس مشروع يكفي في البي ام بي. شهاده البي ام بي على فكره شهاده قويه جدا، ومن اقوى 10 شهادات على مستوى العالم. شهاده البي ام بي ان حضرتك اللي انت تحصل عليها دي من اقوى 10 شهادات على مستوى العالم. مدير عام ومدير قسم من دي واحد، يعني مدير قسم يفضل ان هو ياخدها، يفضل ان هو ياخدها. لا تحصل على شيء مش في وقته. حتى لو كنت محتاجه ضروريا انك تحصل على وظيفه ما تاخدهاش. في بعض الدورات يا جماعه عشان تدور على وظيفه ممكن تكون معاك، وفي بعض الدورات ما ينفعش انك تحصل عليها لما تكون حضرتك موظف. ما ينفعش يا جماعه من فضلكم، انا قلت المره اللي فاتت واتمنى ان تكونوا نفذتوها، اصنع لنفسك ميزه تنافسيه عن غيرك. اصنع لنفسك ميزه تنافسيه عن غيرك. القياده ان شاء الله حضرتك هتفيدنا في الشابتر اللي جاي. بس هفكر لك قائد فريق. طب تمام، حضرتك ادرى برضه، حضرتك ادرى. انا وضحت لحضرتك التوتال العام، وحضرتك بتتخذ القرار، القرار يرجع ليك. برجع اقول يا جماعه، برجع واقول ان الدوره دي بتحصل على معلومات في كافه المجالات. حضرتك البي دي اف موجود الكتاب، حضرتك يا اما تطبعه يا اما تذاكره من عليها ايا كان، على ما اجيب لكم الخبر السعيد ليها. بالنسبه للكتاب ان حضرتك تروح تاخد الكتاب. ربنا يكرمك يا رب استاذ احمد. في اي اسئله يا جماعه؟ الميعاد ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 ان شاء الله، ان شاء الله اكون موجود، وان شاء الله النت هيكون كويس، وهيكون في صوت كويس جدا زي دلوقتي، الصوت جميل جدا. انا كان نفسي اكمل شرح. خبر سعيد استاذ محمد ده، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمك على ذاكرتك القويه. الخبر سعيد، انا قلت كل الاخبار السعيده دلوقتي. انا عامل ايه صوت دلوقتي؟ انا قلت كل الاخبار اللي حضرتك عايزها ان تكون مفيده في حياتك العامه عموما. واهم شيء يا جماعه، اهم شيء في حياتك عموما، اصنع لنفسك ميزه تنافسيه عن غيرك. خلي الشرح في اخر المحاضره، ماشي. ماشي. يا جماعه انا بكرر بقول اصنع لنفسك ميزه تنافسيه عن غيرك، عن غيرك، سواء ان انت حضرت دوره او ندوه، او ان انت حضرت مؤتمر، او ان انت حضرت ايا كان. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك عندك مهاره في شيء معين، دي قويها ونميها. ممكن. بالمناسبه يا جماعه انا سعيد جدا ان انا بشرح الدوره دي، لان من احدى الناس ان انا اتمنى ان كل الشباب ياخدوا الدوره دي، ان هم فعلا بيساعدوا نفسهم ان هم يحصلوا على وظيفه. اتمنى ان كل الشباب ياخدوها، سواء ان هو كان طالب او خريج، اتمنى ان هو يحصل عليها. هتساعده جدا في ان هو الحصول على وظيفه، تساعده جدا ان شاء الله. ده بس ان هو ما يكونش معاه الشهاده، ان هو يكون فاهم هيعمل ايه بالشهاده، فاهم هيعمل ايه بالدوره اللي هو المعلومات اللي حصل عليها.
اتمنى ان تكونوا استمتعنا بوقت جميل وافدنا كلنا بعض، واللي عنده اي معلومه او اي شيء اتمنى ان احنا كلنا نفيد بعض في حياتنا. ودعواتكم لينا ان شاء الله وللمسلمين جميعا، ان كان في اي اسئله يا ريت على الجروب ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير وشكرا على حسن استماعكم. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.